الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده معانا الجميله شيرين رضا في حوار طويل نسبيا، هنتكلم فيه عن فيلمها الاخير فوتوكوبي، هي ومحمود حميده، الفيلم اللي حاز على جائزه مهرجان الجونه، ونتكلم عن امور كثيره لها علاقه بالحياه والمجتمع وارائها اللي موجوده على تويتر، يعني حاجات كثيره. لكن طبعا هنعرف ماذا يحدث لشيرين فنيا ولماذا هذا التوهج الأخير في السنوات الأخيرة لشيرين رضا. شيرين رضا هتكون موجودة معنا بعد ساعة تقريبا من الآن، وكل أسئلتكم كمان هناخدها من على السوشيال ميديا. لكن خلونا نبدأ بمجموعة من الأخبار. وفي سينا النهاردة عادت البنوك كلها لتعمل بكامل طاقتها. احنا عارفين ان كان في حادث استيلاء بالأمس وهجوم على فرع البنك الأهلي في العريش، ولكن النهاردة أحد فروع البنك الأهلي له فرعين، أحد الفروع رجع يشتغل تاني، بنك مصر رجع يشتغل تاني، وفرع أيضا بنك ناصر. كل البنوك اللي موجودة هناك في العريش عادت للعمل مرة أخرى، ونتمنى بقى من وزارة الداخلية طبعا والقوات المسلحة الموجودة هناك أنها يعني زيادة التأمين على فروع هذه البنوك، لأنه واضح أن الهدف في الفترة المقبلة هو الاستيلاء على التمويل مع انحصاره في الآونة الأخيرة. فوجئ الأهالي بعد دخول المدرسة بقرار لوزارة التربية والتعليم برفع المصروفات بنسب، الحقيقة هي مش نسب عالية، وانا هنا بتكلم على المصروفات الحكومية، بنسب تتراوح من 20 ل 30 جنيه حسب الصف الدراسي والمرحلة التعليمية. القرار ده طبعا بيهم 18 مليون و 600 ألف طالب في مصر، وبرغم انه الحقيقة ان الرقم مش عالي، لكن طبعا كتير من الأهالي مستائين لهذا الارتفاع في المصروفات. معي على الهاتف السيد وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي. مساء الخير يا فندم. نور، اهلا استاذ. اولا ليه الرفع بعد ما السنه الدراسيه خلصت، يعني او سوري عفوا ابتدت، يعني هل المصاريف دي هتدفع امتى؟ هل بتتكلم على السنه دي ولا سنه تانية؟ لا يا فندم، القرار ده كل سنه لسنوات طويله جدا بيطلع كل سنه، ما فيهوش اي حاجه جديده خالص، ده نسخه مما سبقه، ودي المصاريف اللي هي بتمول المديريات للصرف على العمليه التعليميه، وكان ده معتاد كل سنه. احنا القرار ده ينزل كل سنه، وكان متاخر نزوله، ما فاجئناش الناس ولا في اي مفاجاه خالص، هم عارفين ان في مصاريف والقرار ما طلعش، فكانوا مستنيين يشوفوا يدفعوها امتى. الزياده اللي حضرتك بتقولي عليها يعني ما تستحقش حتى الحوار نفسه، لان احنا بنتكلم على حد بيدفع 60 جنيه في السنه، وهذا الرقم اصبح 80 لسببين. السبب الاولاني ان في تغيير في قانون التامين الصحي ينطبق على الجميع، وبالتالي فرض علينا زياده هذا الرقم 8 جنيه بتروح لحساب موضوع التامين الصحي مش لينا احنا خالص. والفرق اللي هو ال 12 جنيه اللي بيقولوا عليها زياده او بنسميها زياده، ده في السنه 9 شهور، يعني بنتكلم على مبلغ 60 جنيه بقى 80 جنيه في سنه كامله دراسيه. بس عشان الناس تبقى عارفه، هذا المبلغ بيتقسم على 32 بند، الانشطه وصيانه المدارس والبنيه التحتيه والمكتبات وكل ما تتسالي في هذه ال 60 جنيه البسيطه. فرغم ان الناس بتطالب باشياء كثيره جدا جدا جدا، انما احنا بنتناقش في 12 جنيه فرق في السنه. هل دي الفلوس يعني دلوقتي الاهالي دفعوا المصاريف بالفعل قبل ما يخشوا المدرسه، ولا هم بيدفعوها على اقساط؟ لا، اولا كمان تخيلي ان احنا بنقول 60 و 80 جنيه دي بنسمح بدفعها على جزئين كمان، ومع في منها 17 مجموعه من المجموعات المختلفه في المجتمع، يعني اللي في تكافل الكرامه وابناء الشهداء وناس كثيره جدا. فدي المصدر الوحيد لمديريات التربية والتعليم للصرف على متطلبات العملية التعليمية، وده حاجة معتادة كل سنة، مفيش يعني أي كل سنة بنفس القيمة. سيادة الوزير بتزيد يعني بنفس الرقم ده، الزيادة بتبقى بنفس الرقم؟ لا، الرقم ده كان ثابت آخر خمس سنين، آخر مرة زاد كان من خمس سنين. كان من خمس سنين.
كانت عارفه انه يبقى مش قد ايه زيادة الدنيا. سنوية يعني. لا لا، مش زياده سنويه خالص، ده احنا غيرناه، وعشان نغيره يعني اجهزه الدوله كلها اشتركت في قرار بيضيف يعني 10 12 جنيه للطالب في السنه. فانا الحقيقه اتعجب كثيرا يعني. بص، دي فرصه بقى نسال الناس واحنا عاوزين ايه لا بالظبط ما طبعا يعني. طبعا يعني بجد يعني، لانه اذا كنا طول النهار صراخ على تطوير التعليم وبنستحرم 10 جنيه في الوزاره ونقول عليها زياده في المصاريف واحنا معترضين هو وكده، خلاص يمكن لان ده يخص يعني المدارس الحكوميه اللي هي مش المدارس الخاصه، مش المدارس التجريبيه، مش المدارس النموذجيه، دي المدارس الحكوميه اللي المفروض ان تكون مجانيه تماما، وهي الحقيقه مش مجانيه تماما. حضرتك عارف طبعا الولاد بياخدوا دروس، بيدفعوا حاجات تانية جوه المدرسه، فبالتالي يعني القضيه مش في ال20 جنيه، القضيه في مسؤوليه الدوله عن المدارس الحكوميه اللي المفروض انها مجانيه. والله. أنا يعني طبعا حضرتك عارفة أنا بقالي شهور بحاول أفتح هذا الموضوع مع الناس عشان أفضل أتكلم بالأرقام ونواجه المشاكل، وإحنا ما بنغلطش في أي وصف للمشكلة. اعترفنا بالمشكلة من أول يوم وقلت لهم التعليم في مصر ليس مجانيا على الأرض، وكلهم عارفين كده، وكل الناس بتستحل تدفع لملك الكيمياء وملك الفيزياء في صح السنتر صح بالآلافات، وبيستحلوا نقعد على الكافيهات، وبيستحلوا ندفع في الفيسبوك وفي الواتساب، وما ندفعوش وبيستحلوا ندفع للوزارة. 10 جنيه للتعليم، وندعي ان الوزاره بتعمل وبتسوي. نفس الوزاره اللي مطلوب منها اشياء لو حسبنا قيمتها هتطلع بمليارات. فاحنا بنتكلم في رقم لا شيء يذكر، ولكن باقل القليل والله بنحاول نوفر للناس. يعني احنا بنعمل دراسه بس عشان الناس تعرف قيمه الدعم الموجه لهذا النظام اللي مش عاجبنا واللي نفسنا نعمل احسن منه، بس كمان الدوله بتصرف عليه كتير جدا والطلبات كتير والضغط عليه هائل الاعداد. فاحنا في ارقام ولا حاجه تقريبا، يعني فغريب ان احنا يعني بنصرف في ايه ونستحرم في ايه. يعني ثمن السكر والوقود بتاع زاد بنسبه كام، واحنا هنا بنتكلم في حاجه يعني تخيلي بنقسط هذا الرقم ما احنا عايزين نوصل بقى ان الولي الامر يدفع الرقم ده او اغلى منه حتى، لكن ما يضطرش ان هو يدفع مالي لملك الكيمياء وملك الفيزياء والكلام ده كله. هو ده وهو اظن الهدف. الهدف بتاعنا وهدف الرئيس هو توفير جودة أعلى لأكبر شريحة من المجتمع، ويلغي كل المصروفات الأخرى. بس كمان يعني في لحظة لازم نتكلم مع بعض ونشوف الطلبات دي بكام وهنقسم الفاتورة دي إزاي. إنما في الآخر اقتصاديات للموضوع، ما نتكلمش على مجانية التعليم أو عدم مجانية التعليم، نتكلم على الواقع. الواقع اللي حضرتك قلتيه ان التعليم الحالي المقدم مش مجاني، وانه الناس قررت انها تدفع الفلوس بقلب جامد لناس حتى ما يعرفوش يحاسبوهم الفلوس اللي دفعناها له دي جابت نتيجه ولا لا. طب انما استكتر بقى كل اللي احنا بنتكلم فيه ده رقم ضعيف جدا جدا. حضرتك كنت لما كنت ضفنا من فترة كنا بنتكلم على ان احنا هنبتدي برياض الاطفال، ان احنا هنبتدي بالنظام الجديد في رياض الاطفال، هل بدأنا بيه السنة دي ولا ده للسنة لا لا الدراسية القادمة؟ لا، ده كل الإعداد ده للسنة الجاية بإذن الله. يعني احنا طبعا بنسابق الزمن عشان نعمل حاجة زي كده في رياض الأطفال. يعني في 3 سنوات دراسية سترى تغيير ضخم جدا. رياض الأطفال وأولى ابتدائي من سبتمبر 18 تجد نظام تعليم مختلف تماما. أولى إعدادي هتسلمهم كتاب اللي اتكلمنا عليه بتاع 1000 اختراع واختراع، وربطناه بالمناهج في المرحلة الإعدادية كنوع من التحفيز على المعارف ويعرفوا تاريخهم وتاريخ علمائنا وكده، كنوع من تحبيبهم أكثر في المادة العلمية. أولى ثانوي بقى بالتحديد ده يبقى نظام مختلف خالص، اللي هو هيعتمد بقدر عالي جدا على التكنولوجي وعلى طرق تقييم مختلفة عشان نبتعد عن الثانوية العامة. بس كل المراحل هتلاقي بس ده من العام الدراسي المقبل. ده اللي قلناه طول الوقت والله، يبني في اتجاهه بإذن الله. طيب سيادة الوزير، المدارس اليابانية بدأت التقديم لها، امتى هتبتدي خطتها ايه؟ والله بص، احنا برضه ده مشروع سيادة الرئيس مهتم بيه جدا، ولا زلنا في كده كثير من المشاورات حول درجة
فيها يعني الرئيس مش عاوز يعمل الموضوع إلا إذا كان 100% بالظبط. يعني يعني هل احنا اعلنا عنها بدري واحنا لسه مش جاهزين لاستقبال الطلبة، او مش جاهزين لتطبيق النظام، لان واضح انها لسه ما ابتدتش؟ لا، هي احنا عملنا الاسبوع ده اللي هو كان الميعاد اللي اتكلمنا عنه اللي هو 15 اكتوبر، فتحنا المدارس للاهالي كنوع من الاورينتيشن او اسبوع تعارف، انه بنعرف الاهالي ايه النظام الياباني وايه اللي يتوقعوه لاولادهم علشان ما يفاجئوش بيه، لان لهم دور كبير قوي في نجاح المدرسه يعني. فدي برضو من المرات الجديده يعني احنا بنشارك الاهالي معانا في الموضوع خصوصا في الاطفال. لازال النقاش جاريا حول هل يعني الوضع الحالي هو ده درجة الجودة المستهدفة، ولا احنا عاوزين نعلى بيها كده. احنا كل اللي فتح 8 مدارس بس، المستهدف اكتر. بس دول فتحوا يا فندم، يعني اشتغلوا ولا لسه؟ دول استقبلوا الاهالي والناس قدمت، وباب التقديم احنا عندنا 1800 مقعد، جالنا 30,000 او اكتر قدموا، واخترنا ال 1800 1800 مقعد بيتنافس عليها 30,000. في المرحلة دي، وعشان كده بنراجع بس اللي حصل ده كله، ويعني في نقاش على اعلى مستوى. الرئيس طلب جودة عالية جدا وبيحقق نتائج كبيرة، فهنشوف الايام الجاية هيبان رد على السؤال ده. طب الطلبة دول داخلين بقى يعني احنا خلاص؟ لا، هم كل دول تحويلات مدارس، لان احنا فهم موجودين في مدارس بالفعل. موجودين، فاحنا يعني هم ما سابوش مدارسهم ولا حاجه. هو كانت الفكره ان احنا بنسمح فاتحين باب التحويل من مدرسه، اللي عاوز ينقل ابنه من مدرسه موجوده الى هذا المدرسة. بس التحويل هي امتى المدارس هتبتدي؟ يعني امتى التعليم سيبدأ في المدارس اليابانية؟ والله احنا كانت الخطه الاصليه تستهدف يوم الاحد الجاي، يعني الاحد الاسبوع ده يبقى اسبوع تعارف على ان نبدأ يوم الاحد، ولكن ده برضو يعني متوقف على هل الدولة هتعتبر متاح حاليا بالجودة اللي احنا عاوزينها، ولا نشتغل عليها اكتر شوية. مين اللي بيقرر ده سيادة الوزير؟ حضرتك بتقول الدولة، فمين اللي بيقرر ده؟ ده مشروع الرئيس للقوة مهتم بيه، يعني هو يعني متفاعل معانا فيه جدا وبيطلب تقارير يومية عنه. يعني الرئيس هو من سيحدد ما إذا كانت الجودة المقدمة في هذه المدارس مظبوطة ولا لأ، ولا في لجنة ولا إيه فن؟ لا، هو الرئيس هو صاحب الفكرة وصاحب المشروع، وهو أصلا يعني متفاعل عنه لأنه عاوز يحقق فعلا شيء. في طبعا لجان كثيرة جدا، وفي تعاون مع اليابان، مع دولة يابانية في يعني اتفاقية مشتركة، وتمويل من اليابان لتدريب المعلمين في الموضوع. في الرئيس بيتبنى هذا المشروع، فاحنا يعني لسه بنستكمل هذا الحوار كده. طيب، فاحنا بنقول ان انتوا كنتوا مستهدفين الحد الجاي، لكن مش مؤكد ان المدارس دي هتفتح يوم الحد الجاي. بصي، يعني احنا ما عندناش اي مشكله ان احنا بنقول كل حاجه كما هي زي ما برد على حاجة. ارجوك، وانا بشكر صراحتك جدا بصراحه. يعني احنا واقفين على ايه؟ يعني لو تقول لي الرئيس مثلا معترض على ايه، او شايف ايه ناقص علشان المدارس دي تشتغل. احنا مش عاوزين نكرر التجارب القديمه اللي بتبدا تحت مسمى بايلوت وبعد سنه تموت، عشان ما حسبناهاش مظبوط، ما حسبناش ازاي المشروع ده هيستمر وهيقف على رجليه. مهتمين جدا، ودي من الحاجات الجيده جدا الايجابيه، احنا دلوقتي بنتكلم على قدرتنا مش على انشاء شيء جيد، على الاستمرار في التمويل. استمرار يعني ده تمويل بقى، قصه لها علاقه بالتمويل. ليها علاقة بالتمويل، بالمدرسين، بالتدريب الكافي ليهم، بالتجهيزات، هل هي فعلا زي اللي احنا مستهدفين ولا لا. يعني مش عاوزين نعمل حاجة نص نص. إذا ده كلفنا اعتقدنا أو الرأي انتهى إلى إنه لا، ده مش الوضع، ده ما يناسبناش، هنيجي نقول للناس كده احنا محتاجين وقت أكتر للحصول على جودة أعلى. طب يمكن ما كانش لازم نعلن عليها فندم، يعني كنا أعلنا عليها للعام الدراسي القادم عشان نكون جاهزين أكتر فعلا. والله بصي حضرتك، احنا يعني تحت ضغط كبير جدا في انجاز اقصى ما يمكن فيه. حتى اللي انا قلته لحضرتك على السنه الجايه ده اكتر من كده، عشان ومحتاج تمويل ضخم جدا. طبعا
لانك عشان تشتغل على الحضانات كلها ده رقم رهيب. يعني الحضانات بس فيها 2 مليون، واولى كام ابتدائي يا فندم الحضانات؟ كام يا فندم؟ ما هو اللي بيدخلوا الفلو اللي داخل اولى ابتدائي 2 مليون. فحضرتك لو حسبتي بالارقام دي كي جي 1 وكي جي 2 مش كل الولاد بيدخلوها، فلو قلنا نصهم بنتكلم على مليون هنا ومليون هنا و2 مليون كمان 4 مليون طالب. فشوفي دول هيحتاجوا كام مدرس معد نفسيا وفنيا ومدرب وكل الكلام ده. فالاهداف والله اللي بنحطها والرئيس بيدعمها كبيره، بس بنقول للناس بمنتهى الوضوح ايه اللي قادرين نعمله وايه اللي، وبعدين يعني يكون ان الرئيس مش عاوز يبتدي حاجه الا اذا كانت بيرفكت ده شيء حقيقي جدا. فاذا احتاجنا بعض الوقت هنقول للناس، نقول للناس يا جماعه اظن ان الشفافيه دي مهمه جدا الحقيقه. خلوا الولاد لحد ما نبقى متاكدين، عشان مش عاوزينهم بعد ما نبتدي نرجع نقول بس ما كانش كويس، ما كانش كامل، الاستاذ مش كويس. بنتحقق من انه ما فيش حاجه نص نص بقى خلاص. طب مؤخرا، اخر سؤال يا فندم، مؤخرا كان في يعني فيديوهات كتيره على مدرسين يعني واحد مدرس بيضرب طالب ضربا مبرحا، مدرس اخر بيشرح بطريقه فيها ايحاءات، يعني في بعض كده التجاوزات، بتعملوا ايه يعني؟ اكيد عند حضرتك اداره بتراقب اداء المدرسين، بتعملوا ايه في هؤلاء المدرسين اللي بيصدر عنهم مثل هذه الافعال؟ بصي حضرتك في وسط والله هذا البناء، بتكلم عن الياباني وعلى السنه الجديده وكده، الا ان طبعا اولا الدوله كلها بالسوشيال ميديا بالاهالي بالاعلام بالنواب بتراقب كل شيء، وبالتالي كل حاجه زي اللحظه اللي حضرتك بتسمعيها فيها بنكون احنا سمعناها فيها، بس احنا بنتحرك في نفس اليوم. فحتى المدرس بتاع الكيمياء احنا عرفناه ومحول للتحقيق، وانا مضيت على تحويله للشؤون القانونيه، وبالتالي تعاملنا معاه في نفس اليوم. الحاجات اللي الفيديوهات اللي فيها ضرب، يعني في نفس الوقت اللي الاجهزه كلها بتدينا المعلومات دي احنا بنتحرك وبتمشي وراها، سواء حتى في المدارس الدوليه في الخاصه قدر الامكان. فحجم المشاكل كبيره، هو كان في من ده كتير جدا، بس دلوقتي الاضواء بقت اكتر صحيح، وسرعه نقل المعلومات اكتر، واحنا كمان بنستجيب لده ونبذل والله كل ما نستطيع. فكل حاجات حضرتك قلتها دي مفيش قصة سمعناها وما اتحركناش. أنا بشكرك جدا دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشكرك على الشفافية، على الصدق، على فكرة إنك بتقول إحنا مش هندخل الولاد المدرسة وهي مش جاهزة، أو إن إحنا مش حاسين إن إحنا نقدر نكمل الطريق بالشكل ده. يمكن ما كانش لازم نعلن عن المدارس اليابانية طالما احنا مش جاهزين ومش واثقين، واضح انه هذا الملف في يد الرئيس شخصيا، لكن اظن ان احنا يعني انا محترمة جدا فكرة انه قال انه والله احنا هنبتدي نشتغل على الكيجي من العام الدراسي القادم، وده كان قايله مثلا من 6 7 اشهر، فبالتالي هو بيجهز لي سنة قدام. فكرة احنا فوجئنا بالمدارس اليابانية بين يوم وليلة، وانه المباني جاهزة وانه كذا، كلنا سألنا ازاي وامتى. في حاجات، القضية مش انك تبني المدرسة، القضية هو جوه المدرسة في ايه، زي بالظبط ما بنقول القضية مش ان احنا نعمل اوبرا، القضية هو جوه الاوبرا هنعرض ايه، القضية جوه المسرح هتعرض ايه، فجوه المدرسة مين اللي هيدرس، الوسائل التعليمية، المناهج اللي هيخش عقل العيال، هو ده المهم. فأنا الحقيقة بشكرك على هذا الإيضاح. أما فيما يتعلق بالمصاريف، وقال إن دي أرقام ضعيفة جدا، المصاريف ما زادتش من 5 سنين، هو يمكن بس الدنيا زيادة شوية، سواء مصاريف خط تليفون ثابت، تذكرة مترو صحيح، لكن دي كلها لسه زيادات، يعني بغض النظر عن زيادات الحقيقية في الأسعار اللي هي عالية جدا واللي لسه ما بتنخفضش، لكن في حاجات زيادتها بتبقى طفيفة لكن بتساعد الدولة إنها يعني تحسن الوضع. لكن تعليم مجاني، ليس لدينا تعليم مجاني، وهذا على لسان السيد وزير التربية والتعليم. خلونا نذهب إلى المحافظات اللي بتستعد، طبعا احنا خلاص نص أكتوبر وبالتالي بنستعد للأمطار والسيول، مش عايزين نكرر التجارب السيئة بتاعت السنتين اللي فاتوا. طبعا لو فاكرين السنة اللي فاتت كان عندنا في البحر الأحمر كوارث سيول، في راس غارب كوارث سيول رهيبة،
قبلها بسنة، السنة اللي قبلها كان البحيرة واسكندرية غرقوا تقريبا، وأسيوط وسوهاج غرقوا بشكل كبير. السنة دي نتمنى أنه المحافظات تكون كلها مستعدة. وخلونا نسأل البرلمان الذي يراقب على الحكومة، سيادة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، سيادة النائب أكيد سألته المحافظين في كل المحافظات إذا كانوا ابتدوا الاستعدادات أو يعني جاهزين ولا مش جاهزين. اهلا، مساء الخير ميس هانم. طبعا سالنا وبنتابع وعلى تواصل. انا بس عايز افكر سيادتك واكد الكلام في عرض حضرتك بخصوص اسكندريه والبحر الاحمر، واضيف عليهم كمان قنا واسيوط، وهي مناطق ما كانتش مناطق سيول. يعني هم الساده المحافظين السنه اللي فاتت فوجئوا بكل هذه الكميات من المياه، فعشان كده احنا برضو كنا رحنا في حته ثانيه الا وهي الارصاد، وكنت تواصلت مع المسؤولين هناك وسألتهم يعني ما فيش إكويبمنت حديثة تقدر تكتشف كمية الأمطار اللي جاية وجاية بشكل قد إيه. فوقتها قالوا لي في، ولكن للأسف إحنا مش موجودة عندنا، وإحنا كنا طالبين ميزانية لها قبل التعويم، وكانت أرقامها وقتها يعني أرقام أعتقد إنها كانت مش كبيرة قوي. وتابعنا ودينا توصية بأهمية توفير الحكومة للموازنة المطلوبة لتحديث وتطوير الأجهزة اللي الأرصاد عايزاها، لأن طبعا في تغيرات مناخية كلنا عارفينها، وده مش حالة عندنا بس، على مستوى العالم. فمسار المناخ وسقوط الأمطار والسيول اتغير، فالهيستوري اللي كانوا بيشتغلوا عليه زمان ما بقاش يعني واضح من أكتر من سنة، وحصل في اسكندرية من سنتين ايام المحافظ هاني المسيري كميه امطار رهيبه. انا بطمن سيادتك ان الجزء بتاع اسكندريه والبحيره الريس وجه فيه بتمويلات من صندوق تحيا مصر، وابتدوا فعلا هم يشتغلوا على تطوير محطات الرفع. بس انا السنه اللي فاتت، لحد السنه اللي فاتت سياده النائب، لما انا فاكره الرقم اللي كان طالع من صندوق تحيا مصر، اكتشفنا ده، بس ده السنه اللي فاتت عشان اكون دقيقه، ان الرقم اللي اتصرف كان ضعيف جدا من صحيح. ليه هذا الامر؟ فممكن الرئيس يامر ب يعني ان انتوا حلوا هذه المشكله، كان المشكله ما تتحلش بصراحه يعني، وان التمويل ما يتصرفش، وانه في النهايه مفيش حاجة تتعمل. هل انتوا واقفين على الأرض انه بالفعل المحافظات مستعدة؟ شوفي، هقول لحضرتك إجابة على السؤال الخاص باسكندرية بشكل يعني بشكل خاص، والمسألة في عمومها يعني. فعلا أنا معاكي إن أحيانا بنحل المشكلة المالية مع الحكومة، ولكن تأتي بعد كده لأن أنت بتصطدم بالإمكانيات الإدارية والفنية في يعني في ايجاد هذا المصدر من المال وصرفه في المصارف المضبوطه، خصوصا ان المساله دايما في الحاجات اللي هي بيبقى فيها تدخلات رئاسيه، لو تلاحظي الرئيس بيقوم مدخل مشارك فيها كمان هيئه الرقابه الاداريه. عشان انا سمعت ان هيئه الرقابه الاداريه بالفعل قامت بجوله مؤخرا خلال الايام الماضيه. هو ده الكلام. الـ في لجنه خاصه في محافظه اسكندريه وفي كل المحافظات، بس على اللي انا عايز اقول لك بس اسكندريه عشان نخلصها، برئاسه قيادات يعني معينه في الديوان نازله وبتراجع اول باول، واعتقد ان المشهد بتاع من سنتين فاتوا دول في اسكندريه لن يتكرر. طيب. بالنسبه لراس غارب والبحر الاحمر، في انفاقات ومخصصات للمخرات، وفي اعمال مدنيه اتعملت هناك ايضا. بالنسبه للمحافظات القنا واسيوط في المجال اللي هم احنا فوجئنا بالمحافظتين دول الحقيقه. فانا عايز اطمن حضرتك، فوجئنا بيهم السنه اللي فاتت يعني الحقيقه هم مش، لكن برضه انا كنت في جنوب سيناء من في شرم من حوالي يومين ثلاثه، وسالت القيادات المحليه بخصوص الاجراءات اللي تمت وطمنوني. وان شاء الله يوم السبت اللي جاي عندي ارتباط في الاقصر وقنا، وهنتابع ميدانيا ان شاء الله الاجراءات اللي هم عملوها في هذا الصدد. بشكرك سياده النائب احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه بالبرلمان. يا جماعه دي صور الرقابه الاداريه وهي بتجوب المحافظات للتاكد من اجراءات مواجهه السيول قبل الموسم. سياده النائب محمود شعلان نائب البحيره، سياده النائب مساء الخير. مساء الخير يا فندم. البحيره اخبارها ايه، جاهزه للامطار ولا لا؟ جاهزين للموسم؟
البحيرة طبعا جاهزة تماما، بس في طبعا بعض المشاكل كنا حصلت قبل كده، فنأمل من ربنا ما إن شاء الله ما تحصلش تاني. ايه المشاكل بقى سيادة النائب؟ أقول لحضرتك، كانت طبعا في 2016 كانت حصلت النوة الشديدة اللي كانت حصلت، كانت طبعا كان حصل سيول جامدة جدا في البحيرة وفي اسكندرية. فحتى في مناسبة الفترة دي كان السيد رئيس الجمهورية طلع وقال ان هو هيدعم لرفع مستوى المحطات وتطوير المكن بالنسبة لمحطات بالذات الصرف. الصرف الزراعي كمان والحتت دي والحاجات دي. ايوه، ب 2 مليار جنيه. بالظبط. اتصرفت بقى الفلوس دي يا سيادة النائب ولا مش لأ؟ كلها يا فندم، مش كلها. شفت بقى؟ على فكرة الناس هترجع ايوه، لكم انتوا في النهاية، الناس هتقول لا لك احنا الله وانا عندي نواب مجلس شعب ليه؟ تمام، لكن انا هقول برضو حاجه تانية. طبعا احنا الفتره اللي فاتت، السنين اللي فاتت ديت كانت سنين الثوره طبعا، وما كانش لا ما فيه خلاص طبعا عدت سنين الثورة بقى سيادة النائب، القيادات خلصت. التنفيذيه، ما كانش فيه تطهير المصارف، ما كانش فيه تطهير الترع والكلام ده كله. بالفعل السنه دي والسنه اللي فاتت تم التطهير، وكنا متابعين الموضوع اول باول، وبالفعل الفترة اللي فاتت دي تم كل الصفايات وكل المحطات اللي هي موجودة على مستوى البحيرة، عملنا عملية متابعة جيدة فانت بحيث مطمن يعني، انت كنائب عن البحيرة مطمئن انه لو جات السيول بأي كميات احنا جاهزين في البحيرة. ان شاء الله مطمئنين، ان شاء الله عندنا جهاز تنفيذي كويس، ان شاء الله عندنا برضو السيدة المحافظة السيدة المهندسة نادية عبده متابعة الموضوع بنفسها، والحمد لله يعني ان شاء الله بأمر الله الأزمة اللي حصلت قبل كده ما تحصلش إن تاني ان شاء شاء الله. الله بأمر الله. وأشكرك سيادة النائب محمود شعلان شكرا يا النائب فندم. عن البحيرة، ومعايا مراسلنا يونس درويش من أسيوط. يونس على الأرض، هل بالفعل أسيوط مستعدة لموسم الأمطار؟ يونس، مساء الخير عليك يا أستاذة مساء وعلى النور. كل السادة المشاهدين. ربما مؤخرا عقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط اجتماعا مع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة ولجنة مواجهة الكوارث، وذلك لمواجهة السيول التي تتعرض لها المحافظات، ومنها محافظة أسيوط كل عام. وقامت اللجنة بالمرور والمتابعة على مقرات السيول في الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي والقرى المجاورة للصحراء الغربية والصحراء الشرقية، خاصة يا أستاذ أن محافظة أسيوط كل عام بتتعرض لموجة كبيرة من السيول تتكرر أكثر من مرة، والأهالي يتضررون خاصة في القرى التي تكون أسفل موازية للجبل، وهذه القرى ربما تغرق كل عام بسبب نزول السيول. ايضا قامت هيئه الرقابه الاداريه بمشاركه الجهاز التنفيذي، وذلك للمرور على بعض من مقرات السيول بقريه درونكا وقرى مركز الفتح، وذلك بحضور المهندسه نبيله رئيس مركز ومدينه الفتح، ولاستعداد المحافظه لعدم تعرض السيول، لعدم تعرض اهالي القرى واهالي المدينه للسيول مره اخرى، خاصه ان محافظه اسيوط العام الماضي تعرضت لموجة شديدة من السيول نتج عنها وفيات بالمدارس وإغراق المدينة بأكملها. طيب يعني انتوا حاسين الاستعدادات السنة دي أفضل شوية من السنة اللي فاتت؟ يونس، ربما المؤشرات تقول أن استعدادات هذا العام أفضل من العام الماضي، لكن الأهالي خاصة في مركز البداري ومركز أبنوب ومركز وقرى البلايزه والزرابي في مركز ابو تيج وقريه درونكه يطالبون الجهات المسؤوله بتامينهم اكثر وحمايتهم اكثر، حفاظا على الزراعات وحفاظا على المنازل التي تتعرض للكوارث كل عام. بشكرك زميلنا يونس درويش من أسيوط. طبعا كل سنة في تغيرات مناخية كبيرة، فبنفاجأ احنا انه السيول السنة دي ضربت منطقة مختلفة عن المنطقة اللي احنا كنا متوقعينها، فأظن انه لابد ان يكون هناك شيء علمي، يعني زي ما احنا بقينا يعني نشوف الـ الهلال مثلا خلاص بالعلم دلوقتي ومش مستنيين نشوفه رؤية العين. فالحقيقة انه
خلاص بقى لازم نبقى عارفين الامطار والسيول هتيجي امتى. احنا في امريكا بيبقوا عارفين التورنيدو ولا الاعصار جاي فين وراح فين ودرجته كام وهيغرق فين واحتمال يحود يروح فين. فيعني ومع ذلك بتحصل خسائر ضخمه جدا طبعا، لكن احنا دوله تعبانه وغلبانه مش يعني بقوه امريكا عشان تقدر انها تعوض الناس وتنزع كل هذه الخسائر. فنرجو يكون في شيء علمي، نقعد مع الناس المسؤولين عن الارصاد الجويه نتكلم معاهم ونسالهم هو الموسم امتى، هو الاعاصير ممكن تيجي في انهي اتجاه، طب هو فين الاماكن الجديده اللي ممكن تضربها الامطار. ده حاجات علمية يعني. طب سيادة النائب أحمد الضوي عن البحر الأحمر، سيادة النائب مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازيك يا أستاذة نميل؟ أهلا بيك. يا رب البحر الأحمر السنة دي ما يحصلهاش اللي حصل السنة اللي فاتت. يا رب بندعي والله إن ربنا يرحمنا من الكارثة اللي حصلت السنة اللي فاتت، كانت كارثة كبيرة جدا وكانت يعني حاجة بصراحة محزنة يعني. الناس اللي خسرت بيوتها واللي اتأذت السنة اللي فاتت هل اتعوضت يا سيادة النائب؟ والله ما زالوا حتى الآن لم يتم التعويض الكافي ليهم. وهذا الكلام أنا بقوله على مسؤوليتي الشخصية من واقع مستندات، بقوله كلام وخلاص. بقول إن لسه ما زال حتى اليوم بعد مرور تقريبا سنة على السيول إن في ناس لغاية دلوقتي تعويضات السيارات لغاية دلوقتي في ناس ما خدتش. أكثر من 550 سيارة ما خدوش تعويضاتهم. واكثر من 105 بيت لم يتم رفع كفايتهم حتى اليوم، ابتدت من اسبوع تقريبا ابتدوا فيهم. يعني البيوت اللي اتهدت دي كلها، واحنا بنعرض صورها دلوقتي، البيوت اللي اتهدت دي كلها والخسائر دي كلها لسه مدب يا دوبك هيبتدوا يبنوها دلوقتي؟ في لما جه دخلت القوات المسلحه الهيئه الهندسيه لما دخلت بعد السيول على طول في 3 4 ايام رفعت كفاءه اجزاء من البيوت دي. تمام. وبعد اتفضلوا 105 بيت ما كملهمش القوات المسلحه، كان المفروض المحافظه تكملهم، هم دلوقتي بيبتدوا يشتغلوا فيهم حاليا، واحنا مهددين ان شاء الله بكارثه، عايزين ان شاء الله ما تحصلش السنه دي، خايفين منها ان تحصل تاني قبل الناس دي ما تتعوض. طيب ايه الاستعدادات بقى في المحافظه اللي انت شايفها كنائب بقى؟ الاستعدادات اللي السيد المحافظ اكد ان المحافظه اتخذت الاجراءات الكامله لتنفيذ لتفادي اخطار السيول، تمام، بحيث انها ما تاثرش على مناطق التجمعات السكانيه. ده اللي بيقوله السيد محافظ مختلف المدن، مؤكد على المحافظه هي يعني اساسها محافظه على المواطنين، ولكن انا اللي شايف ان حتى اليوم ما انتهاش العمل السدود، انتهى من السدود لغايه دلوقتي ما خلصتش. والبحيرات انتهى من سدود بحيرات موجة السيول لم ينتهي حتى اليوم، واحنا دخلنا في المرحله اللي هي خلاص يعني ان احنا شايفين ان الوقت ما فيش، احنا شايفين ان العمل مستمر في سدود وادي فائق، الوعر، فائق سهل، ومضالفة، وابو ملكة، دول بمدينة الغردقة، تمام؟ ما انتهاش منهم لغاية دلوقتي. تمام فندم؟ وما زالت السدود بحيرات لتخزين المياه اللي هي المفروض في راس غارب، وهي سدود وادي البارود في مدينة سفاجة. هو الوحيد يمكن اللي جاهز لاستقبال السيول لو حصلت لا قدر الله. ده اللي هو في سفاجة. لكن فرص غارب والغردقه لم ينتهي حتى اليوم. تمام؟ يعني هيتم 10 سدود وسبع بحيرات صناعيه لحمايه مدن المحافظه من اخطار السيول. تمام؟ ومدينه راس غارب خايفين تتكرر كارثه السيول مره ثانيه. تمام؟ بعد طيب. حتى اليوم بتكلم المحافظ بتساله الاجهزه التنفيذيه الحكومه. السيد المحافظ عمل اجتماع عشان خاطر استعدادات للسيول ولم يدع النواب ليه اساسا. ما دعاش النواب اساسا. ما دعاناش للاجتماع اللي هو عمله اساسا. ده واضح ان هو مش شايفكم. لا هو مش حاسس بينا خالص ولا معاه احنا في الخط تماما يعني. هو بيعمل مع نفسه السيد المحافظ بيتعامل كانه هو الواحد بس اللي موجود في المحافظه والنواب غير موجودين على الاطلاق. واحنا بنعاني من هذا الموضوع واتكلمنا في هذا الموضوع مع السيد المحافظ لاكثر من مره يا فندم اشركنا. احنا نواب المحافظه، احنا المسؤولين عن الشعب طبعًا ده طبعا. وبعدين الناس هتتخانق مع مين؟ هتتخانق معاكم انتوا. بيتخانقوا معانا احنا واحنا اللي بنتدخل. والله انا اتمنى انه سياده المحافظ يبقى سامع، الحكومه تبقى سامعه سياده النائب احمد الضوي وهو نائب عن دعم مصر يا جماعه على فكره. فيعني طبعا يا فندم وانا مقدم طلب احاطه بكل المشاكل الموجوده في المحافظه. طيب. من ضمنها موضوع السيول وموضوع التعويضات ومشاكل. اذا النائب احمد الضوي
بيدق ناقوس الخطر وبيقول انه لسه في سدود كتيره ما خلصتش، لسه في سدود كتيره ما اتعملتش، واحنا هننزل بنفسنا نشوف الموضوع ده، ويكون معانا سياده النائب ايضا، لسه في سدود كتيره ما خلصتش على عقده سياده النائب احمد الضوي. وبيقول انه يعني صراحه المحافظ بيعمل اجتماعات لها علاقه بالموضوع ده والنواب مش موجودين. على فكره النواب بيبقوا اهم كتير من المحافظ في معظم الاوقات، لان النواب دول هم اللي انتخبوا، هم دول اللي الشعب انتخبهم بنزل بارادتهم. المحافظ احنا ما انتخبناهوش، محافظ الحكومه حطته، لكن النواب دول المنتخبين. نتمنى ألا تحدث أي كارثة. خلونا نذهب إلى قضية أخرى، وفوجئنا بأنباء كده مش سعيدة على أنه مصر لديها مشكلات أو قد يكون لديها مشكلات في دخول كأس العالم. يعني إحنا وصلنا وتعبنا وهلكنا ودمنا نشف، لكن ممكن يكون عندنا مشكلة مع اللجنة الأولمبية. هنحاول نفهم ده من سيادة الوزير خالد عبد العزيز، وزير رياضة والشباب والرياضة. مساء الخير يا سيادة الوزير. أهلا، مساء الخير يا أستاذ لميس، ده حضرتك. أهلا بيك، لو تشرح للناس بتبسيط كده يا فندم عشان الموضوع ممكن يبدو معقد شوية. والله الموضوع ما فيهوش أي تعقيد خالص، والله احنا بس من ساعة ما مصر الحمد لله تأهلت بعد المباراة يوم 8 أكتوبر لكأس العالم، لقينا مش عارف قصة على المكافآت ويعني تشاري، والله يا مدام لميس إن في ناس كده مش عايزه الناس تفرح، مش عايزه يبقى في فرح للشعب المصري. فايه مفاجاه المكافئات وميزانيه الدوله، والدوله بتقول ايه وتدفع مفيش ميزانيه دوله ولا حاجه عشان بس برضه نقلل الفرحه. ده على المكافئات المليون ونص. والله يا سياده الوزير انا قلت لو المليون ونص دول جم من اي حته، انا مش مهتميه خالص انهم يكونوا جايين من الرقم اللي احنا هناخده من الفيفا، ده حق اللعيبه. وده ولو سالنا اي مصري قبل الماتش نديهم المبلغ ده او ضعفه بس يوصلونا كاس العالم، كنت هتلاقي تبرعات عشان الناس تدفع الرقم ده، وبندفع في حاجات تانية. انما هي كانت محاوله برضه لان حتى جزء من الناس يتاثر، فالفرحه ما تبقاش الفرحه اللي الناس مستنياها. خلصنا من ال 48 ساعه بتوع المكافئات، دخلنا في مشكله. طب ويا ترى بقى اتحاد الكوره والانتخابات وكده الفيفا توقفنا؟ مدام لميس احنا عندنا جوابات شكر من الفيفا واللجنه الاولمبيه الدوليه ان احنا الدوله اللي عملت قانون رياضه اشاد به الجميع، وارسلوا خطابات شكر لسياده رئيس الجمهوريه والسيد رئيس مجلس النواب. طب اشرح لنا بس قصه القانون وتطبيقه، وايه القص ايه المعايير اللي ممكن تعمل لنا مشكله؟ مفيش اي مشكله تقدر تعمل لنا معايير يا فندم ولا مشكله مع كاس العالم. قصه كاس العالم دي ليس لها اي علاقه ولا دخل بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه خالص. كل الفكره يا فندم انه سئل سؤال، اشمعنى النادي الاهلي قلت انه لو ما اتفتحش الباب يوم 15 اكتوبر يعتبر منحل بقوه القانون، واتحاد الكوره ما فتحش الباب بتاعه يوم 15 اكتوبر وليه مش منحل بقوه القانون؟ ردينا رد بسيط جدا. اولا المده القانونيه بتاعت الاتحادات مش 45 يوم، هي 30 يوم فقط، الانديه 45 والاتحادات 30 يوم، فحتى اللي بيتكلم على المده القانونيه، المده القانونيه مش مظبوطه ومش دقيقه، واتحاد الكوره قانوني ولسه عندنا وقت لهذا الموضوع، والموضوع كله قانوني. هي كل الفكره ان احنا عندنا اتحاد كره القدم المصري هو الجهه الوحيده في مصر التي سمح لها من اللجنه الاولمبيه الدوليه ومن الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا ان يجري انتخاباته في عام 2016، لانه كان قد وفق اوضاعه بانه عمل جمعيه عموميه من الانديه المنضمه للاتحاد، ووضعت هي لائحه تختلف عن اللائحه اللي ماشي على بقيه الاتحادات وتطبق عليها الانتخابات، تمت على اساس هذه اللائحه، وعملوا لجنه من الجمعيه العموميه اشرفت عليها، وجت لجنه من الاتحاد الدولي اشرفت على الانتخابات، وبالتالي اصبح الاتحاد منتخب من 31 اغسطس 2016 ومستمر اربع سنين. في دلوقتي راي يقول لك لا بعد صدور القانون الجديد، راي بيقول بعد صدور القانون الجديد لابد ان كل الهيئات اللي موجوده ان توفق اوضاعها. يعني ايه كلمه توفق اوضاعها؟ توفق اوضاعها يعني هي اللي تحط اللوائح بتاعتها الجمعيات العموميه وتجري على هذا الاساس الانتخابات. الجدال بقى اللي بيقول لك لا ما هم وفقوا اوضاعهم، وناس تقول لك لا هم ما وفوش اوضاعهم، وجدل ماشي في هذا الامر، هل يعيدوا الانتخابات او ما يعيدوش الانتخابات، وبدانا ناخد الخطوه اللي بعديها. طب لو ما عادوش الانتخابات الوزير هيحلها. طب الراي القانوني عندكم داخل الوزاره ايه يا فندم؟ هل اتحاد الكره لازم يبقى فيه انتخابات هو ايضا زي النوادي ولا لا؟ يا فندم في راي قانوني بيدرس وسيعلن عنه قريبا لهذا الامر، بس ادي كل اللي نقدر نقوله. لا قلنا هنفتح انتخابات ولا قلنا مش قانوني ولا قلنا اي حاجه. هي الناس بتتساءل هل التوفيق الاوضاع اللي تم لاتحاد الكوره ده
هو يعني هو هذا ما يعنيه القانون ولا بلغ صدور القانون يتم ثاني الاجراء الانتخابات؟ هذا هو السؤال. وقلنا في المده القانونيه وقبل انتهاء المده القانونيه هيكون في رد موجود. المده القانونيه دي مش 15 اكتوبر، دي زياده 15 يوم زي ما انا فهمت، 45 يوم على 15 اكتوبر عشان مده فتح ال 45 يوم. واحنا يعني بس ناكد عليه ان هذا الامر يا فندم برضه مهما كان ليس له علاقه اطلاقا بوصول مصر لكاس العالم. يعني لا. سواء ايوه، ما هو بقى السؤال، هل هنا الاتحاد هيبقى قانوني ولا غير قانوني؟ هل ممكن توقع علينا عقوبات؟ هو ده السؤال اللي الناس بتساله. يا لميس ثاني اللي بس الناس لازم تعرفه ان مصر دوله كبيره تعرف ازاي تتخاطب مع المؤسسات الدوليه. بالثلاث اربع سنين اللي فاتت احنا كانش عندنا قانون رياضه اساسا، ومشيت كل الامور بشكل سليم جدا ولم تتوقف فيه الرياضه، وشافوا قد ايه احنا كنا حريصين على تطبيق القانون وان احنا ندي المعايير الدوليه وندي الجمعيات العموميه، وحضرتك كنت شاهده على هذا الامر اللي في ناس كتير جدا ما فهمتوش، ومع ذلك عملناه لان احنا بنوافق مع المعايير الدوليه، وتعرضنا لحملات شديده جدا عشان نتوافق مع المعايير الدوليه. هذه المؤسسات الدوليه اللي فيها مصريين عمالقه موجودين هناك عارفه وشرحت الموضوع ده، والجمعيات العموميه في الفيفا وفي اللجنه الاولمبيه الدوليه تشهد لمصر قد ايه عملت وعانت الحكومه المصريه لغايه ما طورت هذا الكلام رغم اعتراض جهات كثيره جدا داخل الدوله. فحضرتك بعد كل الكلام ده، لا انا بسال سؤال بقى، بعد كل الكلام ده وشهاده المؤسسات الدوليه تتدخل الجهات الدوليه عشان توقف نشاط رياضي في مصر في دوله صنعت كل هذا القانون اللي شكرت عليه وتحملت في ست اشهر تعديل قوانين تعديل لوائح واجراء انتخابات؟ طيب يعني حضرتك اولا بتطمن الناس كل الكلام اللي طلع انه في حاجات ممكن تهدد لعبنا في كاس العالم ده غير حقيقي ولا اساس لهم الصحه، دي اول حاجه. تاني حاجه ان هناك قرار سيصدر من الاداره القانونيه بعد دراسه الامر قانونا داخل وزاره الشباب والرياضه بقصه هل في انتخابات للاتحاد ولا لا، او الراي القانوني طبعا. طبعا يا فندم، وهذا ليس له اي علاقه برضه باشتراك مصر في كاس العالم، وده ملوش علاقه. هل قراركم هيبقى ملزم للاتحاد ولا قرار استشاري؟ طبعا يا فندم اي قرار ملزم للاتحاد، ما فيش ولا والاتحاد مستني قرار ملزم، ولكن كل الامور اللي احنا بنقولها ايه، احنا قبل ان ناخد قرار قد يحدث منه اي مشكله بيكون في ترتيب مع كل الجهات، وبيكون في كل يعني ما احناش الناس اللي هتاخد قرار. يا مدام لميس احنا عدينا فترات صعبه جدا ومشكله مع هنا ومشكله مع الانديه والنادي الاهلي واللي جالي، كل القصه دي عديناها الحمد لله بنجاح وخلصنا صحيح. 95% من المهمه، فاضل لنا لغايه 30 نوفمبر كل الانديه والاتحادات المصريه واللجنه الاولمبيه اجرت انتخابات على لائحه جديده وقانون جديد. هل اللي عمل كل ده والدوله اللي شاركت في كل ده بمؤسساتها وباللجنه الشباب والرياضه في البرلمان والبرلمان الوافق والحكومه اللي قدمت، وعندنا الدكتور حسن مصطفى في اللجنه الاولمبيه الدوليه والمهندس ثاني ابو ريد عضو مكتب تنفيذي في الفيفا، كل الناس دي هتخطا خطا عشان تعمل ويوقف النشاط الرياضي ومصر يعني اظن ده يعني انا شايفه بشكل او اخر محاوله اخرى لان احنا نخطف اضواء ان مصر وصلت لكاس العالم بعد 28 سنه. انا بطمن الشعب المصري منتخبنا ان شاء الله في كاس العالم وباذن الله هنأدي اداء مبهر في كاس العالم، وبنشكر الجماهير اللي وقفت معانا بنقول لهم افرحوا المباريات الوديه هتبدا ومصر هتلعب مع المانيا والبرازيل واسبانيا وهتسافر معسكرات في الخارج وهتعمل حاجه جميله، ونفرح وارجوكم بلاش نقعد نبص للحاجه اللي دايما تخطف جزء من فرحه المصري. بشكرك سياده الوزير مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، ومعانا ايضا زميلنا ايهاب الخطيب النقد الرياضي ورئيس طبعا النقد الرياضي بالوطن. ايهاب، سمعت الوزير تعليقك. كل الاول بمس عليك وعلى كل مشاهدينك الكرام، عايزين نوضح نقاط مهمه جدا عشان نبقى ايه الخلط بين القصه وايه الموضوع. اولا طبعا استاذ وزير الشباب والرياضه وصعبان عليه جدا ان طبعا احنا عاملين قانون وتعبانين فيه، وكل الاتحادات والانديه من وجهه نظره ملزمه انها تعيد اشهارها وتعيد انتخاباتها على القانون الجديد. ده ملخص الكلام، وايضا ان كل اللي بيحصل ده ملهوش علاقه بوصولنا لكاس العالم. طبعا اتحاد الكوره بعيد عن القصه دي تماما، لان اتحاد الكوره انتخاباته تم الاشراف عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ومن اللجنة الأولمبية الدولية، واتحاد الكرة لا يخضع للقانون المصري ولا لوزارة الشباب والرياضة، ولا الكلام اللي بيقوله سيادة الوزير يمشي على اتحاد الكرة، ولن يكون قرار لجنة الفتوى في اتحاد في وزارة الشباب والرياضة ملزم لاتحاد الكرة. بعدها تاني، لن يكون قرار لجنة الفتوى في اتحاد في وزارة الشباب والرياضة ملزم لاتحاد الكرة. هو السؤال اللي يهم الناس يا إيهاب،
هل لازم يبقى فيه انتخابات في الاتحاد الكوره علشان وده ممكن ياثر على كاس العالم اللي يهمنا هو ده هياثر؟ انا جاي لحضرتك فيه. قولي. ال 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 الفتوى اللي هتطلع من وزاره شباب ورياضه هتقول لاتحاد الكوره لا لازم تعيدوا لازم تعملوا انتخابات جديده، اتحاد الكوره هيرفض الكلام ده. اذا الزم وزير الشباب والرياضه اتحاد الكوره وطلب منهم انهم يعني او يحلهم علشان او تدخل، انا بقول لحضرتك هيتم تجميد النشاط الرياضي، واذا تم تجميد النشاط الرياضي هيكون في مشكله على مشاركتنا في كاس العالم. اه ده لازم اتحاد الكوره هو يعني تجميد النشاط الرياضي ده لازم يكون بناء على شكوى من اتحاد الكوره مش كده؟ ما هو النهارده لو جه سياده الوزير حل اتحاد الكوره، انا بقول لحضرتك سياده الوزير قعد معاهم امبارح واجتمع معاهم امبارح وبلغوا سياده الوزير امام عينه انهم مش هيقدموا استقاله، لان المخرج الوحيد ان اعضاء اتحاد الكوره يقدموا استقاله وبالتالي يشيل عننا الحرج. طب اتحاد الكوره الحالي اللي عمل المجهود ووصل المنتخب لكاس العالم والدنيا مشيت كويس وبقاله سنه واحده وماشيين بانتخابات باعتراف الفيفا واللجنه الاولمبيه بشكل محترم جدا والدنيا ماشيه كويس، هل النهارده هيقولوا لا ننزل ونعيد انتخابات؟ طبعا مش هيقولوا كده. طب قالوا له امبارح طب احنا زرعنا في حد يجي يحصد مكاننا لما يكون المنتخب في كاس العالم، طب ماذا سيفعل الفيفا؟ الفيفا هنا مساند للاتحاد الحالي لان هو اللي مشرف على انتخاباته، وان وفقا للقانون الجديد الوزاره نفسها ملهاش دور. طب ما هي الوزاره ليه عايزه، هي الوزاره ايه مصلحتها ان هي الوزاره عايزه تطبق القانون؟ طبعا هي ملهاش مصلحه، ولكن شكليا اذا كان كل الانديه وكل الاتحادات خضعوا للقانون الجديد لماذا يخرج اتحاد الكره عن القانون الجديد؟ ده شكليا الوزاره عايزه تقول انا مشيت كلامي على الكل، انا عملت نظام للكل، انما علميا لا تستطيع الوزاره ولا نستطيع ان نجبر اتحاد الكوره على الاستقاله او نحله عشان يعملوا انتخابات عشان يبقى شكلنا حلو وكلنا مشينا في قانون الرياضه الجديد. الناس دي لازم هتكمل مدتها، خاصه انهم رافضين قرار الوزير، وخاصه ان وزير الرياضه هو من ذهب الى اعضاء اتحاد الكوره وطلب منهم دراسه الامر وهم لم يستغرقوا وقتا طويلا وجاوبوا عليه في ساعتها سياده الوزير احنا اسفين مش هننفذ كلام حضرتك، احنا جايين منتخبين والفيفا كان بيشرف على الانتخابات واللجنه الاولمبيه الدوليه وبالتالي لا يحق لك حل المجلس ولن نتقدم باستقالتنا. وبالتالي اذا حصل شيء غير كده من لجنه الفتوى وزاره الشباب والرياضه في المرحله الجايه واعلنوا او اكدوا او قالوا ان اتحاد الكوره لازم يخضع للانتخابات وان لازم يدعو للانتخابات، اتحاد الكوره مش هينفذ وهنا هتكون المأزق. يعني انا اتمنى من الجميع يعني اي مكان الوزير اتحاد الكوره اقعدوا مع بعضيكوا بس مالكوش دعوه بموضوع كاس العالم، اوعوا تعملوا حاجه تنكد علينا لانه اللي هينكد علينا هنموته بجد. لماذا يرمي وزير الشباب والرياضه الكوره في ملعب اتحاد الكوره واتحاد الكوره يمنعك؟ يعني الوزير يقول لك ايه؟ انا لا اظن ان اتحاد الكوره وان هيقفوا ضد المصلحه، لا ما هي القصه مش كده. ونفس الوقت اتحاد الكوره بيقول للوزير احنا تعبنا، لا بجد خنقتونا كلكم بصراحه. احنا بقى مش عايزين القصه تمشي بهذا، احنا عايزين نروح نلعب كاس العالم ما صدقنا يعني 28 سنه فمحدش يعمل لنا الكلام ده. ولن نراهن على وطنيه حد او غيره او لا طبعا لا طبعا. واصلي عايزين نطبق القانون على الكل والكلام ده، يا جماعه خلوا فيه عقل شويه وخلينا عالين. وموقف سياده الوزير مش قوي والدليل ان هو راح لهم لغايه عندهم. وانا بقول لحضرتك لازم يقعدوا تاني مع بعض، واذا كانت شكليا يبقى في حاجه من قبل الفيفا وبشكل محترم ان نعدي اتحاد الكوره من القصه دي علشان نحافظ على الشكل العام، اما العين هيخسرنا كلنا. فاتمنى من وزير الشباب والرياضه انه يعقل الموقف، واتمنى من اتحاد الكوره انه يساعد الوزير في اتخاذ قرار مناسب. اتمنى من الجميع ان هم يقعدوا مع بعض الوزير واتحاد الكوره ويعرفوا ان احنا عندنا مصلحه اهم منهم كلهم، اهم من الوزير واهم من الحكومه واهم من اتحاد الكوره واهم من كل الاسماء، هو ان احنا نلعب في كاس العالم. يعني ارجو ان محدش يجرؤ يفكر انه ينكد على المصريين. دول 100 مليون كان نفسهم هيروح. طب سريعا في 30 ثانيه يا ايهاب، انتخابات الاهلي اتفتح باب الترشيح، كام واحد اترشح؟ الخطيب قدم ولا لسه؟ انتخابات النادي الاهلي تم فتح الترشيح من قبل المجلس المعين برئاسه المهندس محمود طاهر على اللائحه الاسترشاديه زي ما قلت لحضرتك قبل كده. ايوه هيتم على اللائحه الاسترشاديه وبالفعل
كابتن محمود الخطيب وقائمته هيكونوا يوم الجمعة المقبل هيقدموا أوراق ترشحهم، وكذلك المهندس محمود طاهر هيقدم ترشحه وقائمته يوم السبت المقبل. في كلام انه هشام سليم انضم لقائمة طاهر؟ هشام سليم في قائمة المهندس محمود طاهر، وأيضا عدد من الأعضاء الآخرين، لكن الأبرز حتى الآن هشام سليم في قائمة المهندس محمود طاهر. والأبرز بالنسبة للخطيب؟ قائمة قوية، نائب الوزير العام لفاروق درندلي، خالد درندلي في أمانة الصندوق، خالد مرتجي في العضوية، مع طارق أنبيل، مع رانيا علواني، يعني مجموعة كبيرة. في المقابل في مشكلة عند المهندس محمود طاهر في منصب النائب، حتى الآن لم يحسم منصب النائب، كذلك مهند مجدي اللي خرج من القائمة الرسمية للمهندس محمود طاهر وانضم لقائمة كابتن محمود الخطيب. عماد وحيد خرج من قائمة محمود طاهر ولا لسه موجود؟ عماد وحيد عنده مشكلة مع المهندس محمود بعد الأزمة اللي أثرها أمام أعضاء النادي الأهلي، وتعدى على خالد مرتجي وأصبح موقفه صعب جدا، وبالتالي رأى محمود طاهر أنه يصفر عماد وحيد رئيسا لبعثة كرة اليد اللي عندها بطولة في تونس. عماد رفض السفر وهيبقى هيلحق بالبعثة بعدين، لكن طالب يحدد موقفه ورافض أنه هو يستبعد من القائمة، وبيدرس مع المهندس محمود أنه ينزل معاه في نفس القائمة لأنه كان من الرجال الأوفياء لمحمود طاهر في الدورة. مين أسماء تانية في قائمة محمود طاهر؟ سمعنا كلام عنه. في الدكتور إيهاب ماضي من الشخصيات الكويسة واللي دي رد فعل كويس موجود في القائمة عنده، هتكون المجموعة اللي موجودة معاه الحالية الخمس أعضاء باستثناء مهند مجدي هيكونوا كلهم معاه، ولسه هيفصل قصة عماد وحيد. بشكرك إيهاب الخطيب، زمان إيهاب الخطيب الناقد الرياضي الكبير. نخرج فاصل، وقبل الفاصل خلونا نشوف العالمين، المدينة الجديدة التي سيدشنها الرئيس غدا. كنا على الهواء مباشرة من هناك بالأمس، والنهاردة نشوف تقريرنا. هنا موقع مشروع مدينة العالمين الجديدة، حيث يجري العمل على قدم وساق لإنجازه في زمن قياسي وتحويل العالمين لعاصمة سياحية جديدة لمصر. المشروع الذي ينقسم لعدة مراحل يشمل إنشاء مدارس وجامعات ووحدات للإسكان الاجتماعي المميز والمتوسط، فضلا عن ممشى سياحي على شاطئ البحر المتوسط بطول 14 كيلو مترا، ومنطقة للمطاعم والمقاهي وملاعب رياضية. يعني بنعمله مشروع ممشى سياحي في منطقة العالمين، مدينة العالمين، عبارة عن رصيف سياحي في براجولات للقعدة، وفي يعني حاجات جميلة وملاعب وبتاع، بنسعد الناس اللي ما تيجي إن شاء الله المصيفين والشباب يتمتعوا بالقعدة هنا. وردية عمل تم تقسيمها على مدار اليوم كاملا بين هؤلاء العمال والفنيين ليواصلوا إنجاز أعمالهم في المشروع ليلا ونهارا. احنا يعني الوقت ده مضغوطين و24 ساعة متواجدين، احنا هنا من بداية المشروع متواجدين، وزي ما حضرتك شايف الشغل الكهرباء بالمشروع، النظام يعني طراز اوروبي جميل يليق بالمدينه. شغل البرجولات الخشب دي تمام، تصنع في الورشه وبنيجي نركبها هنا، طبعا اجود انواع الخشب، خشب بيت شباين. احنا مشغلين 24 ساعه على مدار اليوم، يعني عاملين ورديتين. طبعا هنا مسؤولين عن التركيبات بتاعت المشاية اللي موجودة، البرجولات اللي بتتركب دلوقتي، وأي حاجة خاصة بالمشروع محتاجة يعني معدات، احنا موجودين 24 ساعة. حركة عمل دؤوب داخل مناطق مشروع مدينة العالمين الجديدة المختلفة، حركة تؤكد أن المشروع سيكتمل في موعده المقرر، وأن العالمين ستضع نفسها على خريطة سياحة العالم. طارق أحمد، هنا العاصمة. علي فرج
ونور الطيب ولد وبنت بيلعبوا سكواش، متجوزين، اتنين من الشباب، والاتنين فازوا بجائزة أو بطولة أمريكا المفتوحة للسكواش اللي أقيمت في فلادلفيا مؤخرا. يمكن ده أول كابل، وأنا بقول لهم ألف مبروك، أول كابل يعني أول اتنين متجوزين يفوز بالبطولة دي. بس احنا طبعا يعني في نفس التوقيت، بس احنا لازم نقول دايما ان مصر احنا مسيطرين في الاسكواش. يعني هم حتى لما كسبوا مين؟ كسبوا ابطال مصريين، يعني كسبوا شورباجي ورنيم الوليلي. فيعني الحقيقة انه احنا مسيطرين في الاسكواش، لكن لازم اقول لهم مبروك. معانا يا جماعة علي ونور. طيب معانا علي فرج، مبروك يا علي. علي، طيب معايا نور. يا نور، الو، مبروك، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. علي كان معانا على الناحيه التانيه، مش عارفه جراله ايه. انت فين وهو فين؟ انا في امريكا وهو في انجلترا، فطمنوني عليه كده، اخباره ايه؟ هنكلمه دلوقتي. علي اهو معانا على التليفون. يا علي اهلا وسهلا. اهلا اولا نور معانا على الخط التاني، وهي في امريكا، وانت فين؟ انت في انجلترا، في لندن. انجلترا، في لندن. ده ايه الحياه، ايه اللطافه دي؟ اولا انتوا متجوزين بقالكم قد ايه يا اولاد؟ سنه وثلاث شهور. بقالنا سنه وكام شهر. سنه وكام شهر، ده يعني دي ده انتوا لسه في الاول. بس انا مبسوطه قوي طبعا ان انتوا الاثنين، بقول لكم انتوا الاثنين الف مبروك، ان دي اول مره انه كابل او اتنين متجوزين يكسبوا في نفس الوقت بطوله الاسكواش. نور، انا عارفه ان انت كان بقالك فتره كده كنت متعثره السنتين اللي فاتوا، بس واضح ان انت بترجعي لمستواكي. قولي لي مشاعرك لما كسبتي، وكسبتي رنيم يعني برضو واحده مصريه. وطبعا انا ابقى اوصل فاينل في بطوله زي دي، يعني كانت حاجه مش متوقعه خالص بالنسبه لي. زي ما حضرتك قلتي، انا كنت مصابه، قعدت 6 شهور مصابه يعني في كتفي، فان انا ارجع واوصل فاينل واكسبها حاجه، ما احساس غريب قوي صراحه، لسه حتى مش مصدقاه. واللي مخليني مبسوطه اكتر طبعا علي عرف يكسب كمان هو في نفس اليوم. مين اللي لعب مين اللي لعب قبل التاني؟ الحمد لله انا لعبت الاول. انت لعبتي الاول وكسبتي؟ الحمد لله. طب علي، انت لما هي لعبت وكسبت، انت بقى كنت يعني كان الماتش بعدها بقد ايه؟ لا ده انا كنت بعمل كنت بسخن وقت ماتشها، ان انا بسخن وانا بتفرج على التلفزيون واروح اعمل لها اديها صحنه بالاصوات وارجع اتسخن واتفرج. كان الموضوع صعب شويه، وكان ضغط كبير جدا قبل ما العب ليا، لان الواحد بقى اوريدي عليه ضغط لنفسه، فكان ضغط جامد جدا ومشدود جدا وهي بتلعب. بس الحقيقه لما هي كسبت ادتني دفعه جامده جدا جدا، حسيت ان احنا ان شاء الله مكتوب لنا النهارده. فلما دخلت وهي الصراحه يعني الثانيه كانت يعني خلصت، راحت غيرت على طول وجت قعدت تتفرج على ماتش وتديني هي نصايح ما بين الاشواط، فجت دفعه قويه جدا الحمد لله. فمكسب نور او فوز نور خلاك انت متحمس اكتر ودفعه قويه طبعا. اكيد كنت عايز تكسب اصلا، لكن إن خلاك متحمس ان انت عايز تكسب في نفس الوقت. طبعا بتتمرنوا يا شباب مع بعض؟ يعني انتوا مثلا ممكن تنزلوا تتمرنوا في النادي مع بعض، بتشجعوا بعض ازاي؟ علي احنا يعني تمرين مختلف شويه عن تمرين البنات، احنا بنتمرنوا مع بعض بنتمرنوا مع بعض، بس يعني الفرق الحاجات اللي بتتمرن عليها، بس بنروح على طول مع بعض تمرين، بنيجي مع بعض من التمرين على طول. هي بتديني نصائح انا محتاج احسن ايه، انا اديها على قد ما اقدر نصائح هي محتاجه تحسن ايه، وان الواحد عايش مع حد برضه فاهمه وفاهم اللعبه كويس جدا، بتدي دفعه قويه جدا، لانه يعني حتى مدرب هيبقى فاهم اللعبه بس مش هيبقى فاهمك انت احتياجاتك ايه، انت متضايق ازاي، تسمع النصيحه. لو حد فاهمك كويس ممكن ما يبقاش فاهم التفاصيل بتاعت اللعبه، انما النور الحقيقه بتعرف من كل الابعاد تديني النصيحه بالطريقه الصح في الوقت الصح اللي انا محتاج اسمعها بالطريقه دي. طب احنا بنعرض الحضن العظيم اللي نور جريت عليك بعد ال نور دي قصه حب في الملاعب بقى. احنا نعرف بعض من واحنا عندنا 5 6 سنين من الاسكواش يعني. من 5 سنين؟ انتوا كنتوا في نادي ايه؟ هليوبلس. في اليوبلس. ومن 5 6 سنين بقى، امتى بقى، امتى علي قال لك انه بيحبك؟ من كام سنه كده مثلا؟ 5 6 مثلا؟ 5 6 سنين. قلت لها ازاي انك بتحبها يا علي؟ القصه ببساطه انه زي ما نور بتقول احنا نعرف بعض من 5 6 سنين، يعني واصدقنا اهلي، يعني اهلي واهل مصر جدا، و
يعني زي اهل ربيني واهلي برضه على بيعتبروها بنتهم. انا كنا عايزين ان انا اتبرك وكنت ما كان في حاجه. لا علي تليفونك بيقطع، اظبط المكان اللي انت فيه اتفضل كده. لما سافرت امريكا الواحد بيعرف بقى مين صح وجدع ومين اللي مش جدع ومين اللي بيفتح صح. اقدر صبي من غير بلا منازع يعني. فانا هناك عرفنا يعني، واول انا رجعت من تخرجي حفله تخرجي يوم الاحد. انتوا الاثنين كنتوا بتدرسوا في امريكا ولا انت بس؟ انا بس. وهناك بقى حسيت انك مش قادر تبعد عنها. بالظبط. ايوه قول كده يا علي قول، ما تخافش لا تقلق. دي حقيقه فعلا. ايوه فما قدرتش فقررت بقى ترجع تتجوزها. بالظبط. يوم الاحد رجعت، يوم الاربعاء كنت عندهم في البيت اتقدمت. برافو برافو. طب نور يعني السكواش بيخلي العلاقه افضل ولا فيها يعني انا عارفه ان بنات واولاد، بس السكواش بيجمع بينكم بيخلي العلاقه البوند اكتر؟ انا بحس كده يعني، عشان دايما عندنا حاجات في شخصيتنا متشابهه يعني، في حاجات كتيره جدا في شخصياتنا متشابهه بسبب السكواش، بسبب حبنا للرياضه عامه يعني. احنا انا وهو رياضيين جدا، فدايما في البيت بنتفرج على رياضه، بنتكلم على رياضه. كان ممكن تفتكري كان ممكن تتجوزي واحد ما بيلعبش رياضه خالص؟ هيريش يعني، حاسه كانت هتبقى صعبه. كانت هتبقى صعبه. تخيلي يعني. علي انت اكيد بتشجع نور، ونور اكيد بتحفز علي، بس امتى في البيت بقى راجل وست بقى بتطبخي يا نور؟ بطبخ. بطبخ. علي نور بتطبخ ولا بتطنش؟ بطبخ قوي، بتطبخ حلو قوي والله يعني. في الاول كانت لسه مش قوي وبتتعلم سنه بسنه يعني، شهر شهر لحد ما دلوقتي فرق شاسع من النهارده يعني. الاول الاكل كان ما يتاكلش ودلوقتي بيتاكل. الرز كان بيعجن شويه كان في الاول. الرز كان بيعجن عادي حبيبتي عادي عادي. عايزه ابارك لكم بجد واقول لكم مبروك، وان شاء الله يا رب مستقبلكم كمان يعني يتقدم. انا عارفه انه كمان فكره انك تكسب واحد مصري دي بتوجع على فكره، على قد الفرحه بالمكسب. قول لي يا علي انت كسبت شرباجي، شرباجي ده بطل العالم. بالظبط. انا حاليا في لندن يعني، حكي واحد كل الجنس احنا اصحاب بعض جدا، غصب عنه بيبقى متضايق انه برضه بيتعرف على واحد مصري. بس في نفس الوقت لو هو بيلعب لما بيخسر على قد ما هو بيبقى متضايق، بيبقى فرحان ان في برضه في الاخر البطوله رجعت مصر، وان احنا النهائي كان مصري خالص في الاولاد ومصري خالص في البنات. دي كانت حاجه شرف لينا كبيره جدا، وحيك لو تشوفي قد ايه المصريين اللي في الازمه. طبعا. نور عايزه تقولي حاجه لعلي؟ وحشك مثلا؟ عايزاه يجيب لك حاجه من لندن كده يعني؟ لا ياخد باله بس من نفسه ويلبس كويس عشان الجو برد تاني هناك برضه. حبيبتي البس اتدفى يا علي والنبي، البس بولوفر يا حبيبي علشان ما تبردش. علي ونور برافو، والحقيقه انا فرحانه بيكوا قوي، ويعني كل المصريين فرحانين بيكوا. اتمنى لكوا سعاده، اتمنى لكوا نجاح، اتمنى لكم كل حاجه حلوه باذن الله على قد ضحكتكم الحلوه دي ومشاعركم الجميله. يا رب. ميرسي قوي قوي والله، ربنا يخليك. بشكرك بشكرك علي فرج ونور الطيب، ابطالنا في سكواش. كابل قمر، كابل قمر. عايزه اخر خبر، رامي عاشور اعلن، لاعب سكواش ايضا، اعلن مقاطعته للمصنف الاول عالميا، اعلن مقاطعته لمباراه السكواش المزمع انها تقام الشهر المقبل في قطر، وقال انه سوف يتحمل اي عقوبات دوليه من قبل الاتحاد لو هو ما لعبش هذا الامر، ورفض ان هو يلعب في قطر. نخرج فاصل، وبعد الفاصل شيرين رضا وكلام في الفن وفي الحياه. كان في حاجة عاوزة أتأكد منها، اتأكدت منها خلاص. بحلم بيك أنا، بحلم بيك. العهد لسه فيه صفح فاضية كتير مش مكتوب فيها حاجة،
هكتب فيها موتك. الدنيا مش سهلة كده. فاكر انه ممكن اشتري سكوتي بعشرة، مش عارف ان كل حاجة ليها تمن. انت لو عرفت انا ممكن اعمل فيك ايه، هجيلك كوابيس طول الليل. كنت عارفة ان في حاجة هتحصل. انا طيق العامة ولا تقش اشوف دموع راجل. مش هتصدقوا الراجل اللي باع لي الستاف ده قال لي اسمه ايه. حجر جهنم. في اهتمام واضح منك بيها. لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات، والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحليت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. امتى الحب طال؟ وهي بقالها كم سنة كده متوهجة بشكل غير معتاد، يعني اختفت شوية وبعدين لما رجعت نورت، وما نورتش بمجرد انها سيدة جميلة، هي سيدة جميلة، ولكن الفكرة ان شيرين مش مجرد سيدة جميلة، شيرين سيدة جميلة لكن تعرف تتكلم معاها، مش فنانة لما هقعد اتكلم معاها الكلام هيخلص بعد 3 دقايق. اصل في فنانين احنا كتير بنستضيفهم هو الكلام بيخلص بعد اول 10 دقايق بالكتير، لكن شيرين تقدر تتكلم معاها في الحياة وفي الفن وفي الحب وفي الرجالة وفي المجتمع وفي الشارع وفي النظافة وفي كل حاجة. اظن ان جزء من توهجها انها انسانة عايشة المجتمع مش منفصلة عنه وحرة، واظن ان الحرية دي بين في كتير من تصرفاتها. شيرين رضا اهلا بيكي. ايه التقديمه الحلوه دي؟ شفتي ايه التقديمه؟ انت عارفه ان انا بحبك. وفعلا في ناس تقعدي تتكلمي معاهم 10 دقايق بعدين الكلام يخلص، فببقى محرجه الحقيقه. مش قادره اعلق على الموضوع ده. قولي لي، خليني ابدا من النهايه، من فوتوكوبي. وفوتوكوبي فيلم خد جايزه الجونه، واكيد انت كنتي سعيده. كنت مبسوطه جدا، مبسوطة ان الفيلم كله هو اللي اخد الجايزة، علشان المخرج وعشان المؤلف وعشان المنتج، علشان يفرحوا في الفيلم اللي هم. ما كانش نفس شيرين رضا انك انت اللي تاخدي الجايزة؟ لا، عشان كنت هبقى انا بس احسن ممثلة، انما احسن فيلم احلى. عندك الاحساس ده؟ عندك احساس ان انت ممكن تدي جزء من نجاحك للاخرين؟ اكيد طبعا، نجاحي انا هو نجاح الاخرين. يعني لما انا ابقى كويسه هم كمان هيبقوا كويسين في الاخر. الفيلم انت واقفه قدام محمود حميده، ده تايكون، ده حاجه عظيمه جدا. كنت حاسه بايه؟ يجنن، يعني الشغل معه حلو قوي. هو عارف، هو فاهم هو بيعمل ايه. فاهم هو، وبسيط جدا، وبيساعدني من غير ما يعرف ان هو بيساعدني. يعني في مشاهد كنت طبعا بقف قدامه وبنسى الكلام، قعد اتفرج عليه. الصورة دي شيرين رضا في فيلم فوتوكوبي. شيرين انت عاملة دور ست كبيرة. ست كبيرة قوي. ما خفتيش؟ لا، بصي، دي كان دي ايام دي لما كنا بنعمل بروفات الميك اب. الصوره دي بس دي صوره خد. اكيد، لان هي ست مريضه. فعشان كده شكلها عامل كده. تقدري تحكي لنا ايه عن الفيلم؟ الفيلم قصه بسيطه قوي، يعني احنا مش متعودين على القصص بين الناس العواجيز. فعشان كده حبيته. ليه اختاروا شيرين رضا لفيلم عواجيز؟ الحمد لله ان هم اختاروني، ان هم شافوا فيا ان انا ممكن اقدر اعمل الدور ده. دي حاجه تزيدني شرف، عارفه ان هم فكروا فيا انا. يعني المخرج الكاتب اللي ان هم يختاروا شيرين رضا، كان ممكن يختاروا حد كبير طبعا في السن، وفي اجيال ممكن تعمل ده. بس هي هم الحمد لله ان هم اختاروني انا. انت ما خفتيش؟ لا بالعكس، انا 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 كممثله احب ان انا اعمل كل الادوار، ما عنديش دور هيزعجني، ما فيش دور بالنسبه لي ممكن يزعجني يعني خالص. انا ممثله، يعني علشان مثلا شكلي هيبقى وحش، طب ما الناس عارفه شكلي ايه. يعني انا مش طالعه بمثل، انا طالعه بمثل واحده ست. يعني في فنانات كتار يقول لك لا انا ما اعملش ام فلانه لانه ده بيكبرني معاه. انت عندك تصالح في القصه؟ لا، انا عملت ام غاده عادل واسر ياسين في العهد. لا ما يفرقش معايا خالص، الناس عارفه ان انا مش امهم، فايه ايه الغلط اللي هيحصل؟ يعني ايه اللي كان صعب في فوتوكوبي؟ كله. كله المود كله كان صعب.
الميك اب اللي بيعمل تجاعيد في وشك. الميك اب ده كان قاتل. لما بتبصي لنفسك في المرايه بعد شويه لما بتبصي لنفسك في المرايه وتقولي انا ممكن شكلي يبقى كده بعد واتفر كذا سنه لما اكبر 20 سنه او 30 سنه. صعب. عارفه الميك اب ده خلاني متصالحه انه احنا كلنا في يوم من الايام هيبقى شكلنا كده. وخلاكي حابه نفسك قوي دلوقتي؟ لا، ما حبيتش نفسي اكتر. بس انا بؤمن ان في حاجات في الدنيا زي ستابس بتخليكي تتغيري، تغير فكرك، تغير اسلوبك، تغير تفكيرك. ولما بتشوفي نفسك في صوره تانية بيساعدك على ده. ايه اللي اتغير في شيرين وخلاها اولا تبدو جاده جدا في شغلها، ويمكن ما اعرفش ده ما كانش قوي زمان، وتنور بالشكل ده؟ عشان فاضيه ما عنديش حاجه غير شغلي. دي اغرب اجابه ممكن اسمعها. يعني كان ممكن تقولي عشان انا مش عارفه عامله ازاي، عشان مش عشان فاضيه. عشان فاضيه ما عنديش حاجه في الدنيا اركز فيها غير شغلي، شغلي وبس. وبحب الشغل اللي انا بعمله. يعني بختار حاجه انا بحبها. طب ليه قبل كده ما كان ايه؟ كان في نور. ما كنتش بشتغل حقيقي. يعني كنت بجرب وكنت بلعب. انا لسه لحد دلوقتي بلعب على فكره، بس واخده اللعب يعني بلعب بجد. بس كان في نور وكان في حياتي، وما كنتش مركزه، ما كنتش هو ده اللي انا عاوزه اعمله. امتى قررتي ان انا هركز وهشتغل وقال تيك ات سيريسلي، قال بي سيريس جيرل؟ يعني اعتقد انه في سنه 2012 هو لما قررت ان انا عاوزه اشتغل، عاوزه ابقى ست عامله واحده بتشتغل. جالك القرار ده ازاي؟ زهقت. لما كان حد يسالني اجانب، انت بتعملي ايه؟ اقول لهم ولا حاجه. يقول لي يعني ايه ولا حاجه؟ اقول لهم ولا حاجه، ما بشتغلش. فكنت ببص بلاقي نظرات اللي هو يعني مش حلوه. فقلت لا، انا عاوزه اشتغل، عاوزه اعمل حاجه في حياتي، عاوزه ابقى، عاوزه اضيف حاجه. وابتديتي بايه 2012؟ ابتديت بمسلسل مع شريف منير اسمه الصفعة. الصفعة ابتديت، كان اول مره في حياتي اعمل مسلسل. وحبيت الشغل، كان طبعا متعب جدا، بس حبيت ان انا في ناس معتمدين عليا، انه انا بنجز حاجه. حسيتي ان في قيمه بتعمليها، انك ليكي قيمه في الحياه. بالظبط. هل ده يمكن لما نور بنتك كبرت شويه وسافرت مثلا وتدرس بره وكده، هل ده حسسك ان في فراغ في حياتك؟ مظبوط. هو 2012 هي كانت سافرت بره، فكان عندي انا بقى فرصه ان انا اشوف انا عاوزه اشتغل ايه وبجد. يعني انت كنت ممثله من اول ما ابتديتي، وعملتي فوازير واعلانات وغيره. ايه اكتر حاجه حبيتيها في اللي انت عملتيه زمان؟ الاعلانات. حبيتي الاعلانات؟ اعلانات مع طارق نور كانت احلى حاجه عملتها، لان كانت لذيذه ومبهجه، وبنصورها في نص ساعه وبتخلصي، وبتصوري ثلاث اربع اعلانات في اليوم. وكنت صورت اعلانات للسودان واليمن والكويت، عملت اعلانات كتير قوي. بس شغل مع طارق نور كان مختلف. ايه احلى اعلان عملتيه لو فاكراه؟ انا بحب بتاع بحلم بيك، انا بحلم بيك. عشان ده صورناه بسرعه، وهم اتخضوا. طارق نور وكان معاه المصور، كانوا قاعدين في كورنر كده، وانا بفتح الادراج بدور، فرحت عامله ياه مره واحده، فتخضوا فوقعوا. فضحكنا. ومعرفش، هو ده الاعلان اللي انا عمري ما هقدر انساه، التصوير بتاعه. ما حبيتيش الفوازير؟ لا. ما حبيتيهاش؟ لا خالص. ما حسيتيش ان انت كان ممكن تبقي نجمه فوازير؟ لا. يعني بعد شريهان ونيلي؟ لا، مفيش حد يجي بعد شريهان. ده حقيقي. يعني نيلي اولا وبعدين شريهان، ومفيش حد يجي. معلش انا اسفه، يعني مهما حاولت. طب ممكن افكرك باعلان بحلم بيك؟ ممكن اشوفه ده. بحلم بيك، انا بحلم بيك، وباشواقي مستنيك،
وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي هنية بحلم بيك. لا لبابا ولا لماما من بابا وسيما، سيما لذيذة. ويا دي بقت ايه تريد مارك يا شيرين، انت عارفه فعلا. كل الجيل كان بيقولها دلوقتي. ده صوت انوشكا. ده صوت انوشكا؟ اصل انا صوتي مش بتاع غنى خالص خالص. ها؟ خالص. ولا تحاولي ولا تفتحيه ولا كده. اتفرجوا على الفوازير وعرفوا ان قد ايه صوتي مش بتاع غنى خالص. فلا ده كان صوت انوشكا. بس شيرين كان شعرها اسود ويعني كان انا عملت كل الالوان يعني. الكتاب ده بتاع البلد كلها؟ كله. ايه بقى؟ انت اساسا شعرك لونه ايه؟ اصفر. اصفر؟ لا يعني الوالد والوالده. انا شعري يعني اتولدت شعري ابيض اصفر، لا افتح من كده كمان. مرونا صوره وهي صغيره يا جماعه، بتالي عندنا الصور ده بالظبط يعني. راجه بوبيه بلوندايه هي صغنونه. فكنت لا ده لون شعري وبعد كده لما كبرت ابتديت بقى اغير الالوان. ابتديتي تغيري اول مره غيرتي لون شعرك ايه؟ عملتي اسود بالمنظر ده اللي انت؟ لا عملت بني شويه وعملت اورنج. أورنج. ايه اغرب لون عملتيه لشعرك يا شيرين؟ هو البرتقاني، لان الناس كانت بتشوفني تعمل بس حلو، اللي هو مش عارفه حلو ولا لا، اصل دي مش ده مش تعليق. الحياه وسط فرقه رضا عامله ازاي؟ فرقه رضا انا سافرت معاهم حتت كتير قوي وانت صغيره. انا صغيره بلاد كتير قوي قوي يعني، رحت تونس وليبيا والجزائر والمغرب وافريقيا كلها وكينيا. كنت بترقصي معاهم؟ لا ما كنتش برقص، كنت بروح اسافر اتفرج. والسفر معاهم حلو قوي لان هما كانوا بيتعاملوا معامله خاصه جدا. كل ولاد والبنات الفرقه والموسيقيين، فانت عندك ناس كتير جدا. فانا وانا صغيره كنت منبهره بالموضوع ده، ان انا اشوفهم صحابي بكلمهم كده وبعد كده يطلعوا اون ستيج وعاملين الميك اب، وكنت بشوفهم هم بيعملوا الستيج ميك اب ويلبسوا، وكنت بقعد منبهره. علمك ايه محمود رضا؟ كل حاجه تقريبا. اداني ثقه من وانا صغيره قوي، واداني حريه. والحريه دي مهمه. والحريه مهمه لانها بتيجي بتمن. وهو ده اللي علمه لي. يعني ايه؟ يعني انت ما فيش حاجه اسمها انك حره تقتلي تذبحي، لا مش دي الحريه. الحريه ان انت تقدري تعملي اللي انت عاوزاه، بس هتدفعي تمن كل حاجه هتعمليها، فاختاري الحاجات الصح. الحريه مش يعني ما فيش حاجه اسمها حريه مطلقه. كان بيعاقبك؟ لا كنت بحاول ان انا ما اعملش حاجات غلط. عمرك ما عملتي حاجه غلط يعني؟ عملت كتير. كنت شقيه اكيد، انا عارفه كنت شقيه جدا وانت صغيره. كنت شقيه جدا، بس هو ما كانش بيعاقبني، مامي اللي كانت بتعاقبني. مامي كانت هي اللي كانت جامده شويه عليا، بس برضو يعني العقاب كان مش. ايه افظع حاجه عملتيها يعني وانت صغيره؟ مش عارفه، كنت بزوغ من المدرسه، بتاخر بالليل، بشرب سجاير. كل الحاجات البوظات. كل الحاجات. حاسه انك اتجوزتي بدري؟ انا مش يعني، انا لو حد لو هقول، لو حد هيسالني يعني تتجوزي وانت عندك 20 سنه او حاجه كده، هقول لهم لا ما تتجوزوش. بس انا مش ندمانه ان انا اتجوزت بدري، لانه هو ده اللي خلاني ابقى شيرين بتاعت دلوقتي. هو ده اللي خلاني يبقى عندي نور، وانا ما اقدرش اغير اي حاجه في حياتي. عندها كام سنه نور دلوقتي؟ كتير، 27. حبيبتي اكيد نفسك تشوفيها بقى عروسه يعني؟ لا 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 يا شيخه. ازاي يا شيرين؟ لان انا مش ما عنديش ايمان ان كل الناس لازم تتجوز. مش لازم كل الناس تتجوز وتخلف. في ناس في حاجات تانية تتعمل غير الجواز، ويلا بقى تتجوزي وتخلفي لنا، ده فكرة قديم. لازم نتطور شوية. ما نفسكيش تشوفي بنتك عروسة؟ نفسي أشوف بنتي سعيدة. مش عروسة. بتعمل إيه هي دلوقتي؟ هي بتشتغل، هي عملت هير ماسترز، خلصت، ودلوقتي بتدرس ساين لانجوج، لغة الإشارة. بتبتدي تدرس الساين لانجوج عشان عاوزة تشتغل في المجال ده. فما ينفعش ان انت تقطعي منها
كل اللي درسته، لان هي درست حاجات كتير جدا، درست بيولوجي هنا في مصر، بعدين راحت لندن درست بزنس، وبعدين عملت ماسترز في ماركتنج، ودلوقتي هتعمل لغه الاشاره، وبعدين تقطع كل ده وتروح تتجوز عشان تتستت. يمكن تحب حتى لو حبت، في حاجات ساعات اهم. ما كلنا بنحب، ما انا بحب، هو الحب لازم يبقى بين راجل وست. ممكن يحب حاجات تانية. بس الناس كلها ممكن تسأل، وده كتير سؤال جالي، اسأليها هي ازاي عايشة من غير راجل؟ هي ازاي واحدة حلوة كده وما فيش راجل في حياتها؟ يمكن عشان كده انا حلوة. عجبتني برضو دي الاجابات النموذجية يا جماعة، بصراحة عشان هي دي الاجابات الصح. لا بصي، يعني دي وجهة نظري انا، انا ما بحاولش افرض وجهة نظري على حد، انما مش لازم، يعني انا مش شايفه ان كلنا لازم نعمل نفس الحكايه. انا كنت بتفرج على المدارس، طب ما الناس عماله تخلف، كسبوا ايه؟ كسبنا ايه غير ان في طفل بيتولد كل 12 ثانيه؟ هو ده اللي الجواز والخلفه بيعملوه. احنا محتاجين ناس تشتغل، محتاجين ناس تنتج، محتاجين ناس تخترع، مش محتاجين ناس تجيب لنا عيال اكتر. بس انت شيرين اكيد في لحظات معينه بتبقي محتاجه، انت مش محتاجه راجل؟ لا خالص خالص، ولا ايموشنلي، ولا عاطفيا، ولا يعني اكيد ماديا؟ لا لا، حتى عاطفيا، يعني انا الحب اللي من اهلي ومن بنتي ومن صحابي، مش محتاجه حد، يعني مش محتاجه واحد هو اللي يديني الحب ده كله، ممكن اخده من ناس كتير. اتعقدتي مثلا؟ لا ما تعقدتش. عمرو دياب معقدكيش؟ لا معقدنيش خالص. لانك تجربه واحده وقررتي بعدها مفيش جواز تاني. ما انا يعني مش لازم الواحد يجرب حاجه 30 مره عشان يعرف انه فاشل. انا فاشله، يعني انا بحب حاجات غير الارتباط الجواز ده. مين كان فاشل، انت ولا هو؟ انا فعلا. ليه؟ يعني انا ما اقدرش اقول انه عمرو فاشل، لانه عمرو ناجح في كل حاجه هو بيعملها. احنا يمكن فشلنا كزوجين، انما انا فاشله بارائي، من انا مش عاوزه حد يقول لي اعمل ايه، مش فاهمه. عشان كده دايما بقول انا اللي كنت فاشله. هل الحياه مع النجم كمان بتبقى صعبه؟ لا، هو ما كانش نجم قوي وقت ما اتجوزتي، ولا كان يعني في بداياته؟ كان في بداياته، كنا احنا الاثنين في بداياتنا. بس لا، ما كانش، مش هو ده اللي كان الازعاج. احنا، انا كنت صغيره قوي، هو كمان كان صغير قوي بصراحه، يعني كنا بيبيز لما اتقابلنا واتجوزنا. ما اتفقناش، الحياه ما مشيتش بينا، بس فضلنا لحد دلوقتي اصحاب. وده السؤال اللي الناس كتيره بتساله لما شافوك في عيد ميلاد والاخراني، قالوا ايه ده، شيرين وعمرو الاثنين في مكان واحد؟ الناس مش مصدقه ان الناس ممكن تبقى اصحاب بعد الطلاق. لازم نبقى صحاب، يعني احنا اولا في بينا بنت، ثانيا احنا كنا متجوزين، يعني كان في بينا عشره. سوري. لا ولا يهمك. في بينا عشرة، كنا بننام جنب بعض في نفس السرير، معقولة بعد ما نتطلق نتصرف كأننا ما نعرفش بعض؟ من أول ما اتطلقتوا وانتوا صحاب؟ يعني أكيد احنا زي أي اتنين طبيعيين، كنا بنزعل من بعض، بس الزعل حاجة، وإن احنا إيه، مش هنقاطع بعض طول عمرنا، ما ينفعش. بس لما قالوا لك تعالي عيد ميلاد رحتي؟ أكيد طبعا. ما عندكيش أي مشكلة وتقابلي مراته التانية أو هوفر هو معايا؟ طبعا ما عنديش أي مشكلة. انا اصلا انا هيبقى عندي مشكله ليه؟ احنا كويسين مع بعض، احنا اصدقاء، مفيش حد مننا، مفيش جرادجز، يعني مفيش. لا. الطلاق ما بيسيبش جوه الناس مشاعر غضب، مشاعر كراهيه، مشاعر انت بوظت حياتي. عشان الناس بتبص للطلاق انه ليه دايما الست بتقول انت اخدت احلى سنين من عمري؟ لا، هو محدش اخد احلى سنين من عمري، على فكره انا كنت مبسوطه. هي مفيش حد سرق مني حاجه. انا كبني ادم انا حره، ان انا لو محطوطه في موقف مش عاجبني ممكن اطلع منه في اي وقت. انت اللي قررتي انك عايزه تطلعي من الموقف ده؟ احنا الاثنين اتفقنا انه مش هينفع. وشيرين مش عايزه تتجوز تاني؟ لا فعلا، حتى لو حبيتي؟ ما اعرفش، يعني انا مش عاوزه اتجوز تاني، يعني فكره الجواز دي انا مش حباها. انا شايفه ان هو مشروع فاشل شويه، انه هي مؤسسه نفسها، مؤسسه فاشله، ما خفيف يعني. هي لا، انا مش انا مش عاوزه، لا يعني مش ما اعرفش ايه ممكن يحصل في الدنيا، ما اعرفش في يوم من الايام ممكن يحصل ايه، بس انا حاليا مش عاوزه. مين الراجل اللي تسندي عليه، ولا ما فيش راجل تسندي عليه؟ لا، انا ليه محتاجه راجل اسند عليه؟
مش محتاجة، ولا الراجل محتاج ست يسند عليها. احنا يعني انا بتكلم في وضع الزوج والزوجة، بس انا عندي رجالة كتير في حياتي اسند عليهم، ابويا، صحابي، حتى عمر، يعني في رجالة في حياتي انا مش من قلة الناس. انت بتحبي، انت حاسة انك ست قوية؟ ايه مصادر القوه؟ يعني ايه الاليمنتس، العناصر اللي بتخلي شيرين قويه؟ ان انا عندي ثقه في نفسي، ان انا عارفه انا عاوزه اروح فين واعمل ايه، ان انا مش هخلي اي حد يدوس عليا او يوجعني او يقهرني. مفيش شتيمه بتاثر فيا. ساعات بتتشتمي على السوشيال؟ بتشتم كتير قوي. كتير؟ بس ما بردش. ما بتتضايقيش؟ لا، اصل الشتيمه بتبين صاحبها مين. دي حيله البليد الشتيمه. لما حد عاوز يجي يناقشني يناقشني، طب ما هو اللي بيشتمني ده وانا ما اقدرش ارد عليه وافرج عليه تويتر كله واضحك عليه تويتر كله، ممكن. بس انا مش زيه. فالقوه ان انت لما تكوني في موقف قوي ما تستعمليش قوتك. ما حدش حاول يقهرك؟ بيحاولوا طبعا. مين بيحاول يقهرك؟ كل الناس. لما يقولوا لي حاجات تنرفزني، لما يكتبوا لي حاجات تضايقني، لما يشتموا فيا، ما دي حاجات بتحاول تقهرني. لا، بتحسي ان ده مين؟ ناس عاديه، جمهور عادي مستفز من فكره ان انت ست قويه؟ على فكره ست قويه اصلها مستفزه جدا بالنسبه للناس. انا مش عارفه ليه. ليه ست ما بيحبوش قوي؟ مجتمع ما بيحبش كده. ليه المجتمع؟ ليه بدل ما المجتمع يساعد كل العناصر ان هي تكبر وتبقى احسن، احنا ليه بندفن بعض؟ لان هو بيبدو ان هو مجتمع بيدعم الست والكلام ده كله، بس هو في النهايه نظرته ذكور. اكيد انت عارفه ان هو مجتمع الراجل فيه عايز يمشي الدنيا زي ما هو عايز. طب ما احنا ممكن نغير ده. احنا اللي بنغير المجتمع، مش المجتمع اللي بيغيرنا. يعني افكاري انا وافكارك انت وافكار اي راجل، حتى مش لازم ستات بس، احنا افكارنا اللي ممكن تغير المجتمع. ايه اكتر حاجه بتستفزك في الراجل المصري او الشرقي عموما؟ الكذب. كما يتنفسون. الكذب. بيكذبوا في كل حاجه. يعني هو بيبتدي يكذب اساسا وبعدين يفكر هو هيظبط الكذبه ازاي. الكذب. انت بتحسي الكذب ده؟ بحس ان الكذب ده برضو حيله الضعيف. متقول بتقول كل مين كذب عليكي؟ ناس كتير قوي. ناس كتير قوي. ضعف. ايه اكتر كذبه ضايقتك في حياتك؟ لا، مفيش حاجه ضايقتني اقدر افتكرها. يعني الحاجات دي ما بفتكرهاش خالص. بتضايق من وقتها شويه وبعدين بتروح. انت ممكن تضطري تكذبي؟ اكيد بضطر. هو ما هو في احنا مصريين كلنا، فتعلمنا حاجه اسمها كذب ابيض. فكلنا بنعمل الكذب الابيض. فان انت ما تضايقيش حد. ده الحل الوحيد. يعني حد والله ده انت لطيف، الفيلم كان لطيف، مش عارفه. دي الحته الوحيده. دي مجامله اللي بضطر ان انا اكذب فيها. بس انت انا عارفاكي، انت ارائك واضحه. يعني ممكن تقولي للاعور انت اعور في عينه. ولازم اقول له انت اعور في عينه. لان هو اعور. ما بيزعلوش بقى الوسط؟ يزعلوا طبعا. مش انا اللي عورته على فكره. اللي اعور اعور، انا مالي. بشوف لك اراء كتيره جدا على السوشيال ميديا، في المجتمع، في الحياه، في الزحمه والزباله انت بتقرري انك تعبري عن ارائك. انا في الاول والاخر مواطنه مصريه، عندي بلاتفورم، عندي مجال ان انا اتكلم فيه والناس تسمعني. فلو انا قعدت افكر في شعري لونه ايه ولبسي لونه ايه وفستاني هجيبه منين، يبقى انا بني ادمه تافهه. انا بحب ان انا اتواصل مع المجتمع اللي انا عايشه فيه. يعني مثلا هو حاجه على التويتر، نداء لرؤساء الاحياء، ارجوكم اشتغلوا شويه على النظافه، على وضع صناديق القمامه في الشوارع، الوضع اصبح لا يطاق. ايه اللي شاغلكم عنا؟ ايه اللي شاغلهم عنا؟ معلش يعني الاساتذه بتوع المحليات يعني بيعملوا ايه؟ ايه اللي شاغلهم عننا؟ ايه اللي شاغلهم عن النظافه؟ ايه اللي شاغلهم عن الزباله اللي في الشارع؟ بقت لا تطاق على فكره. يعني احنا هنفضل لحد امتى كده؟ وهنفضل نشتكي وصوتنا ما بيروحش لحد، وهم هيفضلوا قاعدين على مكاتبهم لحد امتى؟
هو احنا لما بنعمل حاجه غلط مش احنا بنتحاسب؟ ده احنا بنتصنير مش طيب. بنتحاسب ليه هما بقى ما بيتحاسبوش؟ انا عاوز اعرف، اصل لو هما ما بيتحاسبوش يبقى انا كمان ما اتحاسبش، هو ده فير. كلنا يا كلنا ما نتحاسبش يا كلنا نتحاسب يا كلنا ما نتحاسبش، انما هما يقعدوا ما يعملوش حاجه، يفضلوا الشوارع والحفر اللي في الطريق والطريق الطرق المكسره. كتبتي كمان عن الطريق الطريق طبعا. الدائري والحفره دي الحفره دي من كتر ما بقالها كتير بقت متطربه. ما اصل دي حاجه تضحك وحاجه تحزن، ليه الناس دول ما بيتحاسبوش؟ ولو هم ما فضلوا ما يتحاسبوش يبقى ام سوري ما حدش يجي يحاسبنا احنا على غلطاتنا. والنيل والمراكب، انا عارفه ان مامتك ساكنه هناك ده ايه ده؟ ازعاج رهيب. انا بتكلم ان احنا واحنا قافلين الازاز مش مثلا احنا فاتحين الازاز بقى وقاعدين في البلكونه فسامعين المزيكا. انا شخصيا بحب المزيكا، بحب المزيكا كل الحاجات الجديده دي، بس انا بتكلم سيبك مني، انا مش بتكلم عليا، انا بتكلم على كام حد في مصر ساكن على النيل في كل حته. مش في ناس عيانه؟ مش في ناس عاوزه تنام؟ مش في ناس عاوزه تذاكر؟ تلوث سمعي، تلوث. طب وفين انت بتسمعي كل الاغاني؟ وازاي سايبينهم؟ وازاي ما حدش بيشتكي؟ ولا في حد بيشتكي ومحدش فارق معاه؟ هو الناس بتشتكي ومحدش فارق معايا، واعتقد ان قرار توحيد الاذان لازم يتنفذ وبسرعه لانه في مقرئين صوتهم يكفر البني ادمين. ولا انا غلطانه؟ ده حقيقي. ما في حاجات بتتزعل. ده انا شتمت شتيمه على الـ ليه؟ في ناس صوتهم مفزع. هو انا اللي عملتهم صوتهم مفزع؟ ولا انا اللي بقول لهم يقروا بصوت مفزع؟ بس انا شتمت على البتاع على التويته دي علشان انا ازاي انا اتدخل؟ انا على فكره انا بس عاوز اقول للناس انا اكتب اللي انا عاوزاه على صفحتي. اللي مش عاجبه ما يقراش. صح. بس صح. احط اللي انا عاوزاه، احط الصور اللي انا عاوزاها، واللي مش عاجبه ما يقراش. الناس بتتضايق لو انت حطيتي مثلا صوره بالمايوه، صوره بكذا. لا انا حطيت على 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 انستجرام صوره انا نباتيه. فحطيت صوره واحد تخين بكرش ومسك باكت بتاع KFC وقاعد على كل الحيوانات البني ادمين بيقتلوها وقاعد فوقيهم. فانا بقول فور ميت لافرز، لمحبي اكل اللحوم. ايه ست نباتيه؟ فيجيتيريان. يبقى انا عملت ايه؟ شتمت انا مين؟ مال الاديان ومال اللي انا بتكلم عليه؟ ولا انتوا على راسكوا بطحه؟ عارفه؟ على راسكوا بطحه. اللي عاوز ياكل لحمه ما تاكل لحمه، هي الصوره بتاعتي دي اللي هتخليك تبطل تاكل لحمه؟ انفولو مي. على فكره سهل جدا انفولو. مش حاسه ان انت كفنانه لازم تكوني بورتريت بشكل معين عشان المعجبين والجمهور خالص. وكذا خالص. انا مش صوره، انا مش عروسه، انا بني ادمه ليا ارائي وهفضل طول عمري ليا ارائي. اللي مش عاجبه ما يسمعش، حتى لو ارائك كانت مزعجه للبعض. مش مهم. ما انت قلتي للبعض. بس اكيد في ناس تانية بتأيد ارائك. بالظبط. بس ده مش قلقك من الجمهور يعني؟ وانت بتبصي بتفكري الجمهور، طب اللي داخل السينما او بيتفرج عليا احتمال ينزعج مثلا، يقول لك ايه دي ست جريئه زياده عن اللزوم. هم الشعب ده بيحب الجراءه. مش بيقول لك الفيلم ده مناظر ولا قصه ولا مناظر؟ تفتكري انه بيحب القصه المناظر؟ الجمهور طبعا بس عنده دبل ستاندردز. طبعا هو بيحب المناظر، هو بس هو عاوز يتفرج عليكي انت وانت عامله مناظر، بس مامته واخته وبنته ومراته لا. ايوه طيب، ما هو ده ايه ده بيسموه ايه ده؟ ده دبل ستاندردز. طيب. ونفاق. طيب يجوا يقولوا لي انا جامده، انا جامده طبعا جامده، هديكوا كلكم على دماغكم لو مش عاجبكم. وعايز يتحرش بواحده وعايز يتحرش بيا كمان في الاخر. حد عمره اتحرش بيكي؟ لا اجرؤوش. انا ما بتعكسش حتى في الشارع. إيه؟ والله يا شيرين، والله ما بتعكسش يا شيخه، ما بتعكسش في الشارع. محدش بيكي. اولا لاني ما بمشيش، عشان انت شيرين طبعا، ما بمشيش كتير في الشارع، بس ما بتعكسش يعني. ما فيش حد بيقول لي يا جميل انت. لا ما فيش. عمره من زمان، من حتى قبل الصوره الرهيبه. عمرك ما كنتي بتعكسي؟ لا ما بتعكسش. إيه؟ لا دي مش ما بتعكسش، ما اعرفش يعني الناس بلاقي كده. وبعدين يمكن عقبال ما بعدي مش بمشي بسرعه فبتعكس بقى بعد ما بس اكيد يعني بتتعكسي بطريقه تانية يعني. حد بتعكس بطريقه تانية، بس مش بتعكس في الشارع، محدش بيتحرش بيها. لا بس ممكن ناس بقى
فريندز، ناس تشوفيهم يعني، يحاولوا ان هم يقربوا لك. اكيد يعني سوكي طبعا. تعملي ايه؟ بديهم على دماغهم برضو. لا يعني، يعني ما بتبقيش لطيفه يا لما حد يجي يقول لك كومبلمنت مثلا؟ لا لا كومبلمنت طبعا ببقى لطيفه. اي حد يقول لي كومبلمنت هبقى لطيفه. اول ما امتى بتحسي ان الكومبلمنت دي قلبت في من نظرة كده؟ مظبوط، النظره هي اللي بتبين. صح. انت في حاجه كده بتعدي اللاين. انت حلوه قوي. وبعدين نبتدي بقى نبص كده. ايه ايه حاجه عملتيها حد يعني عدى سن الخط؟ اديت اي واحد بالقلم على وش. قلم قلم؟ قلم قلم وسط الناس عادي جدا. عامل ايه؟ في ناس محتاجه تضرب بالقلم على وشها علشان تفوق. ده حقيقي. شيرين ممكن حد يعجبها؟ اكيد طبعا. ايه مواصفات الراجل؟ تصوري ما فكرتش، عشان ما فكرش في الموضوع ده، بس ممكن يبقى اولا لازم يبقى عنده ثقه في نفسه، جنتلمان، ما عندوش الفكر العقيم المتخلف خالص، والراجل بيحب ينبسط في الحياه. اصل احنا قاعدين هنا فتره قصيره قوي، فمش لا عاوز حد ينكد عليا ولا انا بنكد. تحبيش النكد؟ لا. وانت بتحبي تنبسطي جدا، بتحبي تخرجي تتفسحي؟ بحب انبسط، بحب لما يكون عندي وقت فاضي ان انا انبسط بيه. مش شرط ان انا اخرج، مش شرط ان انا اسافر، مش شرط ان انا اتفسح، بس ان انا اكون مبسوطه حتى لو قاعده في البيت. بس انا عارفه انك يعني انت كنت بتقولي لي انا ما بقتش اخرج كتير، بقيت زمان كنت بخرج كتير قوي، دلوقتي ما بقتش اخرج كتير. واصحابك هم اصحابك؟ صحابي هم ما اتغيروش. مين اصحابك بقى؟ صحابي بتاع المدرسه. طول المدرسه؟ طول عمرهم صحابي. والوسط في صحاب؟ يعني انا كنت عارفه غاده، صح غاده، عادي صاحبتي وكندا ومنى وتامر حبيب. فينا عندي ناس كتير قوي من الوسط صحابي، واحنا شله لذيذه قوي. انا عارفه انكم جروب. احنا جروب لذيذ قوي. وبحبهم جدا يعني، اتعرفت عليهم قريب وبقوا قريبين مني جدا وبحبهم. وهم بيحبوك يعني؟ من ورا ظهرك كتير اسمع يقولوا لي على فكره شيرين دي بنت جدعه جدا ولطيفه جدا وتقف معاكي واقفه. انت معروف انك جدعه. لازم ابقى جدعه عشان هو دي الصفات الحلوه في البني ادمين. يعني واحده صاحبتك في زنقه في كذا انت تقف؟ لازم لازم. امال ايه الصحوبيه؟ ان احنا نروح نتغدى مع بعض؟ طب هخرج فاصل بقى قصير كده ونرجع بعد الفاصل نواصل. وعلى فكره هو حوار مختلف شويه لان انا وهي بنرغي وانا تقريبا نسيت الكاميرا ونسيت الناس. فاصل ونرجع. ليالي طب والله حلو.
انا فكرتيني يا شيرين، انا طبعا فاكره فوازير دي، والله كانت حلوه. ايه مش عاجبك فيها ايه؟ وصوتك كويس. صوتي ايه؟ مؤدي يعني. ليه مش ليه بالنسبه لك الحكايه دي كانت سخيفه؟ لا كانت سخيفه قوي. متعبه يعني؟ يا خرابي، كنت بروح البيت 4 ساعات في اليوم بس. 4 ساعات في اليوم بس. عبد السلام امين والمخرج فهمي عبد الحميد العظيم. اللي كانت مهلكه، وانا كنت صغيره قوي ان انا اعمل الكلام ده. برنامج عندك كام سنه؟ 19 سنة. طب في حد عايز يسلم عليكي على التليفون؟ انا ما اعرفش مين الحقيقه، بس هم قالوا لي دخلي التليفون ده. مساء الخير. قولي بقى. مساء الخير. مساء الخير يا حلوين. مساء الخير يا تيمو. تيكو يا حبيبتي. يا حبيبي. ازيك يا تامر؟ ده طبعا الكاتب والسيناريست الجميل صديقنا تامر حبيب. اهلا بحضرتك. ازاي صحتك يا مدام لمين؟ ازيك يا تامر، وحشتني. وحشتيني والله. وانت كمان. وانا مبسوطه. هو يعني عامل حب يعمل لك مفاجاه يا روحي. تامر عايز يعني تقول لها ايه؟ بصي يعني انت قاعده معاكي استثناء من استثناءات الحياه. مش كده يعني؟ شيرين رضا بالنسبه لي والله العظيم استثناء، كل حاجه هي استثناء يعني، قلب كده يعني. انا ام براود، انا فخور، انا بقول ان تيكا صاحبتي، وهي صاحبه صاحبها قوي اصلا تحديدا. في حته الصحبه دي يعني بتشيل همك وبتسال عليكي. شي كيرز يعني، تحس انها شي كيرز مع ان هي مصدره بس تضل، بس هي ايوه اختار مين تديله ده يعني. يعني هي القريب منها هو بتاعها او هي بتاعته يعني، في اي لحظه في الدنيا هي في اصدار وموجوده ليكي كده. وبعدين دي شيرين رضا يعني، يعني دي واحده انا من يوم ما وعيت على الدنيا وانا مبهور بيها، من اول مره شفتها في اعلام في التلفزيون لغايه دلوقتي حالا اهو. فيعني تامر تفتكر ايه اللي نور فيها مؤخرا؟ هي طول عمرها حلوه، بس ايه اللي خلى شيرين تنور مؤخرا في اخر سنتين؟ والله انا رايي الشخصي ان هي خلصت كل حاجه بدري يعني، اتجوزت بدري وخلفت بدري وطلعت بدري واتخانقت مع الحياه بدري وتمردت بدري وحاولت تفهم بدري. السيناريست الجميل تامر حبيب، انا عارفه ان ليكي صحاب كتير يعني، فعلا ليكي ناس بتحبك بجد. الحمد لله. وانا كمان بحبه. التاتو على ايدك ده ايه بقى؟ وريها بس، عايزين بس الكاميرا يا جماعه، عشان انت عملتي تاتوات كتير في الفيل الازرق على فكره. انا عملت تاتو. انا عندي تاتوز. انا عندي 6. مش محتاجه، عايزه اشوف الظاهرين فقط يا شيرين. عشان ده ده اس اي شيرين اس اتش. ده مش شيرين، ده ش. اوبا، كان لازم اعمله بنتي صغيره عشان مش لازم اقول لها كده. ده عملته بعد الفيل الازرق. والتاني و ده ما اعرفش، تاتو عبيط كده. ايه ده؟ سكال ده جمجمه. جمجمه بس جمجمه بنت. عندك تاتوهات تانيه؟ عندي تاتوهات تانيه، كاتبه اسم نور هنا على دراعي. عندي 6. بتحبي تعملي تاتو؟ بحب التاتوز قوي. مش بيوجع؟ بيوجع جدا. بيوجع، ولما تيجي تشيليه بيوجع اكتر. بصي في الفيل الازرق كنت عامله ازاي؟ دي كانت ريل تاتوز ولا لا؟ دي اترسمت، بس اخدت مثلا بتاع 6 أو 7 ساعات عشان تترسم في حجر جهنم. كنت عايزين تفخخوا الراجل يعني، تفجروا جوازاتكم. ممكن شيرين تفكر تفخخ حد؟ لا. تفجر حد؟ هسيبه، مش لازم افجره. هو ينفجر لوحده اساسا، انت لما هتسيبيه هو هيتفخخ لوحده. احنا ممكن نفخخهم عن بعد. لا انا ما فخخش حد. لا، امتى الست ممكن تفخخ راجل؟ لما تكفر. زي الستات دول ما كانوا كفرانين. ما عندهمش حل تاني. ايه اللي يكفر الست؟ الراجل لما بيكون وحش من جواه معاها، يأذيها، يقهرها. وفي رجاله كتير بتحب تقهر الستات. مزاجهم. الراجل ما بيحبش الست الناجحه؟ بيخاف منها. بيخاف منها ان هي ممكن لما تنجح تسيبه، انها لما يبقى معاها فلوس تسيبه او تستقوى عليه.
لا مفيش ست هتستقوى على راجل، مفيش ست لما تنجح هتستقوى، مفيش ست لما يبقى معاها فلوس هتستقوى، بالعكس. انتي برج ايه؟ سرطان. بتتابع الابراج والحاجات دي؟ مش قوي. وايه كاركترز السرطان بقى؟ احنا امهات كويسين وبنحب البيت، ودي حاجتين في. انت بتحبي البيت؟ انا بحب. بتقعدي في البيت كتير؟ كتير قوي. عندك قطط وكلاب؟ عندي قطط كتير قوي. كتير؟ ايه شيرين ليه عندك قطط كتير؟ علشان غلطه مطبعيه حصلت. خلفوا في عندي 11 زياده فجاه. 11 قطه عندك في البيت؟ لا 11 زياده عن اللي هم كانوا. كام يعني؟ هم كانوا 14 وبقى عندي بقى 11. لا كانوا 13 بقى عندي 11 زياده. يعني عندك كام؟ 24؟ 24 قطه في البيت؟ ده انت ماشيه حواليكي قطط؟ بس في 9 صغيرين فمعظمهم لونهم اسود، في شكلهم زي الصراصير كده في البيت في كل حته. طب ما تمشيهم ولا تديهم لحد ولا انا هوزعهم. اللي عاوز قطط كلموا يا جماعه اصحاب شيرين يكلموها ياخدوا القطط. يعني ايه عندها 24 قطه في البيت؟ كلاب؟ طيب عندي كلب واحد. بغبغانات؟ طيب لا. عصافير؟ لا هم دول بس. كان عندي قبل كده تعبان. تعبان؟ ليه شيرين ما عندك تعبان؟ هي ناقصه تعبين في الحياه. نور بنتي كانت عاوزه تعبان فجبت لها تعبان، فقالت لي مش عاوزاه ففضل معايا. مش بتخافي تعبان في البيت؟ انت حاطاه في ايه؟ في بتاع ازاز كده؟ لا كنت حاطاه في البانيو من غير ميه طبعا، لان كنتش عارفه اعمل بيه ايه. انا مش عاوزه تعبان. يعني انا مش عاوزه تعبان. افرضي مش لا ما بيطلعش وقرصك ولا حاجه؟ لا ما هو مش سام. مش سام؟ طب ليه تعبان؟ ممكن نعمل اي حاجه مثلا. بس كنت بحبه قوي. كنت بحبه قوي. كان بيلف حوالين ايدي هنا اهو، فكان الناس تفتكر انها غويشه لحد ما يتحرك. يا نهار اسود. طب هقرا لك بقى. بمناسبه الفيجيتيريان، يعني انت ما بتاكليش اي حاجه صحيه خالص؟ خالص. من وانت صغيره؟ انا كنت فيجيتيريان زمان. وبعدين رجعت شويه اكل، بس ما بقدرش، يعني ما اعرفش اهضمها. يعني كنت لما رجعت تاني اكل كنت بحب اللحمه، بس اكل وانبسط وارجع. ما اقدرش، ما اعرفش اهضمها. فعايشه فيجيتيريان على، وبتلعبي رياضه طبعا. دول اهم حاجتين بتنصحي بيهم الناس عشان يحافظوا على اهم حاجه في الدنيا. وميه. الاكل، لان احنا الاكل هو اللي بيبان على وشنا. هتاكلي سمنه هتبان. هتبان هنا وهتبان في الجسم. هتاكلي محشي هيبان. هتاكلي حاجات مفيده هتبان. هتشربي ميه هتبان. هتشربي حاجات مضره زي القهوه والشاي هيبان اسود. هتشربي ميه كتير هيبان انه الجلد ما فيش مش طري، ما فيش، ما عندكيش جفاف. بتلعبي رياضه؟ طبعا مهمه جدا. طب في شويه صور كده سريعا عايزاكي تعلقي عليهم قبل ما اقول لك السوشيال ميديا. احمد الفيشاوي تقولي له ايه بقى؟ انا نفسي ان هو يركز شويه لانه شاطر. هو شاطر جدا، هو ممثل شاطر جدا. انا عاوزاه يركز في شغله وما يبقاش صاحب بالين، لان صاحب بالين كداب. ركز في شغلك يا احمد. عنده ايه البال التاني اللي في دلوقتي؟ مشغول بالحياه والرياضه انا عاوزاه يركز في شغله، وشغله يعني لازم التزام، ولازم التزام، مش التزام في الوقت بس، التزام في التزام. التزام. زعلتي منه لما كنا في الجونه؟ هو ما قالش حاجه غريبه عننا احنا كلنا ما بنقولهاش، يعني ما استخدمش لفظ خارج. غير لائق يعني. هو غير لائق، خصوصا انه المهرجان ده بيتذاع على الهواء وكل الكلام ده، بس ما ينفعش ان احنا كلنا نسن سكاكيننا عليه. فهو ارجو ان هو يكون اتعلم، والمره الجايه ما يبقاش صريح قوي كده. اهو صحيح كان عايز يتجوزك ولا ده كان هزار؟ هزار طبعا. نشوف صوره تانية يا جماعه. احمد زكي حسن اللون. انا كنت صغيره قوي في الفيلم ده. كنت صغيره قوي في الفيلم ده. احمد زكي كان يجنن. بس هو كان بيعيش الكاركتر حتى بره الشغل. يعني ندخل نصور ولما نطلع من المشهد هو حسن
اللول، وهو بالليل حسن اللول، ولما تشوفيه تاني يوم الصبح قبل البتاع هو برضه حسن اللول. وده كان نزوة، كان نزوة كان مع يسرى، مع يسرى. كان حلو قوي الفيلم ده، حلو قوي. شوف صورة تانية عشان الوقت يا جماعة. غادة صاحبتك، صاحبتي قوي. بحب غادة، انا بحبها كمان. غادة طيبة قلبها إنسانة. طيب قلبها طيب قوي، و ما عندهاش حاجة تخبيها، واضحة. وفي صورة البنت اللي تعرضت بتهالي للتحرش. طيب لحد معانا يا جماعة؟ حبيبتي انا اسفة، يعني انا بالنيابة عن كل حد شاف الصورة دي، انا اسفة، انا اسفة ليها، واسفة ان احنا بلد خلت واحد متحرش يتسجن لمدة اسبوعين بس بعد ما اتحرش بيها، ويطلع بعد ما دفع غرامة 100 جنيه علشان يعمل، عشان يوصلها ان هي تبقى في مستشفى وعندها جرح زي ده هيفضل طول عمره في وشها. مين اللي غلطان؟ ده بيخوف بنات كتير قوي، لازم يخوف بنات. انا دلوقتي خايفة، انا عن نفسي خايفة، يعني انا لما حد يجي يتحرش بيا المفروض اسكت، ما اشتكيش، ما عملوش محضر، لان هو هيروح يتسجن اسبوعين ويطلع ينتقم مني، وفرد التاني اللي انا اتحرش بيه ده ما ممكن يجي يذبحني، بما ان احنا بقينا بلد كل حد بيذبح التاني. فين القوانين؟ فين مجلس الشعب؟ فين الاساتذه اللي في مجلس الشعب؟ ولا هم بس عاوزين قوانين ان هم يخفضوا سن الجواز؟ والمجتمع كمان، المجتمع المجتمع ما يقدرش يعمل لها حاجه. المجتمع، المجتمع اللي بيشوفها كان شايفها سايحه في دمها ومحدش بينقذها. لا، المجتمع بيساعدها. ليه المجتمع ما يقدرش يعمل حاجه للمتحرش ده ان هو يسجنه؟ ده القوانين هي اللي تقدر تعمل. فين القوانين اللي فين القوانين اللي بتساعد الستات ان هم يقدروا يمشوا بسلام في الشارع؟ ولا احنا مش المفروض نمشي بسلام في الشارع؟ سوشيال ميديا كتير بتسأل أسئلة كتير من اللي سألناها. إيه اللي رجعك تاني؟ خدت القرار إزاي؟ ممكن تعملي كوميدي حلو. أنا نفسي أعمل كوميدي فعلا. بجد. هل حاسة إن السنين اللي راحت منك كانت فترة سيئة وحياتك ضاعت منك؟ والله فيش حاجة ضاعت مني، أنا انبسطت بكل فترة في حياتي، الفترة اللي قعدت فيها والفترة اللي اشتغلت فيها والفترة اللي اتجوزت فيها وانا صغيرة بكبر انبسطت. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا انبسط في كل فترة في حياتي. ازاي بتجيبي السلام اللي جوه ده؟ يعني فكرة ان انا انبسطت في كل فترة، انا عيشي اللحظة دي، تركيبة السلام دي بتجيبيها ازاي؟ انا شايفة ان انا اللي متحكمة في حياتي، وانا المتحكمه في كل حاجه، مفيش حد متحكم فيا، فانا اختار هل انا عاوزه ابقى كئيبه ولا مبسوطه. بدور على الحاجه اللي بتبسطني، ببعد عن الحاجه اللي بتكئبني. انا من المتحكمه. بس انت ما بتبعديش عن الحاجه اللي بتكئبك، يعني لانك بتكتبي كتير عن الحاجات اللي بتضايقك. لو انت مسؤوله في البلد هتعملي ايه؟ هعمل حاجات كتير قوي. قولي لي ثلاث حاجات اولويات. اول حاجه المحليات. انسف، انسف باثر رجعي. مش انسف بس اللي هو باي باي معلش اتفضلوا، وما يرجعوش. لا لا لا، مش بيرجعوش. فين ده؟ هيروحوا حته مش هيرجعوا منها. اوكي. تاني واحد محليات. تصوري بقى، يعني قصدك ايه؟ النظافه، النظافه وكل الشوارع، كل القرف اللي احنا بنشوفه في الشوارع والزحمه. ليه؟ معلش، بس حضرات الاساتذه بتوع المرور فين حضراتكم؟ مشغولين برضو عننا بايه؟ ليه الشوارع؟ هو احنا ليه عايشين في ملاهي كده على طول؟ انا بتكلم على القاهره على فكره. بره القاهره الموضوع مختلف. ليه احنا في العاصمه عاملين كده؟ ليه احنا همجيين كده؟ وليه المسؤولين سايبيننا همجيين كده؟ ايه اللي نفسك تغيريه في الناس؟ كل حاجه. أخلاق، إحنا ما عندناش أخلاق خالص. الشتيمة وقلة الأدب، والناس اللي بتزعق في الشارع، والناس اللي بتدخل غلط، والناس اللي تخبطك. أنا في واحد جه خبطني
معاه أم وأبوه ولد صغير، خبطني من اليمين وراح خبطني من الشمال، وخدت الاسم وعملت له عشان أخدت الاسم وعلمته درس. وهو بقى عيطته كلهم، طب أنت بتعمل كده ليه؟ أنت فاكر نفسك إيه؟ إن أنا عشان أنا واحدة صاحبتي في العربية هنسكت؟ ففين الأخلاق؟ ده معاه أم وأبوه، وأم وأبوه مش يقولوا له في حاجة في العربية، يقول له ما تعملش كده، قاعدين ساكتين. فين؟ الذوق كمان، الرحمة والأخلاق. فين؟ مفيش الرحمة غير موجودة. وأنا دايما أنا أستريس على حتة الرحمة. الرحمة لا تتجزأ. اللي مش رحيم على حيوان مش هيبقى رحيم على إنسان، مستحيل مستحيل. الرحمة لا تتجزأ، وإحنا ما بقاش عندنا رحمة. لما شوية ناس يمسكوا كلب ويقطعوا له رجله بسكينة وهو صاحي، ده اسمه إيه؟ طب مش دي بداية داعش؟ والناس دول ما بيتحكموش ليه؟ نفسك في إيه؟ نفسي إن إحنا نرجع زي زمان، أيام لما كنا كلنا عندنا ذوق وأخلاق وتربية وتعليم. ممكن نرجع من 60 سنة؟ كتير شوية. هنعمل إيه؟ طب أنا هو ده الحل الوحيد. ونفسك في إيه للشيرين؟ نفسي إن أنا أبطل أتعصب. بتتعصبي؟ بتعصب من الحاجات دي. بتضايقني كأنها حاجتي أنا. يعني ما بشوف حفرة في الشارع، أنا مش هروح الشارع ده. بس في كم واحد بيعدي عليه، وكم واحد مش عارف هي موجود، وهيبوظوا عربياتهم. فاهمة؟ فدي حاجة طبعا بتعصب حتة بمقدار. لا لا، بتعصب حتة قد كده وخلاص. إيه أكتر حاجة بتسعدك بقى؟ بنتي حبيبتي. هي لسه مسافرة؟ لسه مسافرة. مش زعلانة إنها راحت تدرس برا وعايشة مع أبوها كتير وكده؟ خالص بالعكس. أنا مش أنانية. إيه اللي أحسن لها؟ أحسن لها إن هي تكون هناك عشان الدراسة بتاعتها. هي وحشاني بس أنا مش أنانية. لو أنت مسؤول السعادة في مصر، الله، تدي السعادة يعني تعملي إيه لإسعاد الناس؟ هنضف لهم الشوارع، حامل القاهرة دي طريق واحد اللي يروح ما يرجعش عشان ما يبقاش عندنا زحمة. هحط شجر وجناين أكتر، لأن إحنا بقينا عايشين في مدينة كلها بنايات، مفيش تنفس. البوليوشن اللي إحنا عايشين فيها دي مخليانا تعساء. وانا اتمنى ان انت تبقي مسؤول السعاده في الفن كمان، لان اكيد اللي انت بتعمليه بيدينا كتير من السعاده. يا ريت يا رب. انا بشكرك. انا بشكرك. وانا بجد استمتعت بالحوار اللي كان غير تقليدي معاكي، لانك انت شخصيه مختلفه. بيقولوا لك ايه؟ شيكا؟ شيكا شيكا. ميرسي يا شيرين. ميرسي يا حبيبتي. ودي كانت شيرين رضا او شيكا، فنانة مختلفة، لها رأي، لها وجهة نظر، حرة قوية، لكن كمان بتقدم لنا مؤخرا فن محترم جدا، وآخره فيلم فوتوكوبي اللي لما ينزل إن شاء الله هيكون فيلم مهم، هي ومحمود حميدة، مباراة في التمثيل. بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك. وبشكركم أعزائي المشاهدين، بكرة عندنا حلقة من عمالقة الفن القديم، وحلقتنا بكرة عن الملكة تحية كاريوكا. أشكركم ونتقابل بكرة، وهذه لميس الحديدي تحييكم. تصبحوا على خير.